لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا، صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر، تاني أيام عيد الأضحى المبارك. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير عليك يا جمانة، كل سنة وأنت طيبة، وكل سنة وحضراتكم طيبين في كل مكان. لسه بنعيش أجواء عيد الأضحى المبارك، جمال العيد، العيد دايما في مصر حاجة تانية. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة يعني بداية أيام التشريق لضيوف الرحمن. امبارح زي ما تابعنا كان الحجاج بيأدوا طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة، يعني ربنا يتقبل منهم يا رب ويكتب لكل مشتاق الزيارة. كل سنة وحضراتكم طيبين. هتفضل دايما لحظات العيد من أجمل اللحظات وأكثر اللحظات اللي بتملى بيوتنا فرحة وبهجة وخير. ربنا يجعل يا رب كده أيامكم كلها أعياد. اللهم امين. وكل سنه وحضراتكم طيبين مره تانية. كل سنه وانت طيب يا طيب محمد. النهارده تاني ايام عيد الاضحى المبارك، والحمد لله كمان الجو فيه انخفاض شويه في درجات الحراره، يعني الناس تقدر تخرج وتتفسح. عندنا اماكن كتير جدا للفسح في القاهره الكبرى وفي كل المحافظات. ويعني محمد احنا جربنا حتى امبارح كان في بالليل كمان هواء لطيف، كان في جو لطيف كده شويه، فممكن ناخد بالنا شويه من الحر، يبقى معانا ميه او معانا سوائل، ناخد بالنا نلبس حاجه بس على دماغنا واحنا نازلين عشان الشمس، ونقدر نستمتع برده باجازه العيد. انا عايز اقول لك يعني من لطف ربنا وكرم ربنا بجد يا جمانه ان الجو امبارح كان درجات الحراره منخفضه فيه شويه، ده يعني يخلي الناس تنزل وتروح المتنزهات والحدائق والاماكن العامه. وفعلا يعني بعد الظهر كده جمانه كان بدايه لان الجو يبقى لطيف، كان في نسمه هواء حلوه، فالناس بداوا ينزلوا على الكورنيش او يروحوا المتنزهات والحدائق بشكل عام امبارح، اتبسطوا مع أهلهم ومع العائلات، بتبقى لحظات حلوة وجميلة جدا. بالمناسبة النهاردة في صباح الخير يا مصر هيكون عندنا كده عدد كبير جدا من التقارير، تقارير كده يعني جهزناها لحضراتكم من حدائق متنزهات كتير عشان نشوف مدى إقبال الناس على الفسح والخروجات والتجهيزات كمان اللي بتوفرها الحدائق العامة والأماكن علشان الناس تستمتع في سلام وأمن وجمال بأجواء العيد. عشان كمان ندي حضراتكم أفكار كده عن الفسح اللي ممكن تروحوها في أجازة عيد الأضحى المبارك، في أجازة لطيفة جدا تقدروا أن تستمتعوا بيها، وحتى بأقل التكاليف تاخدوا أسرتكم وتنزلوا تستمتعوا بالأجواء وبالأجازة. بس خليني قبل بقى ما نتكلم على الأجازة كمان نعرف من محمد عمل إيه في العيد. إحنا النهاردة تاني أيام العيد يا محمد، عملت إيه؟ أول يوم العيد زي العادة دايما كلنا كبيوت مصرية وعائلات مصرية أكيد برضو عندك يا جمانة وكل الناس، لمة العيلة هي اللمة بتاعت الصبح والأكلة الجميلة طبعا اللي بناكلها، الفتة والكبدة طبعا واللحمة، محدش يقدر يقول حاجة أبدا، دي أكلة مصرية كده ونكهة مصرية جميلة. طبعا لمة العيلة هي أجمل حاجة، احنا ممكن بأبسط حاجة في حياتنا نتبسط ونسعد ونتلم. الجمال أنا في رأيي في العيد هو جمال اللمة، العيلة كلها تبقى ملمومة على ترابيزة واحدة، على سفرة واحدة، ده أجمل جو من أجواء العيد. كنت بفكر كده اخرج، وانا لسه قايل دلوقتي ان الجو كان حلو، بس لا رجعت في كلامي قلت القعده في البيت اكرم واحسن. عملت صلاه العيد بقى والبلالين طبعا والناس طبعا اللي بتوزع بقى حلويات كمان في الشارع، دي والله احساس تاني مختلف. بس انا قبل ما تعرف انا عملت ايه عشان ما سيبكش تعدي كده، اخبار العيديه للاولاد ايه او البنات ايه؟ وقفوا طابور بص الصبح قبل صباح الخير بقى العيديه فين، والاب يعني مجبر انه لازم يدفع يعني مجبر. لا دي انا عارفه انت طلعتها وانت مسامح طبعا، مسامح جدا، بس هي الارقام يعني عليت قوي يا جمال، يعني الارقام زمان كان الطفل مثلا البنت او الولد تديله يعني حاجه صغيره كده يفرح جدا، دلوقتي لا يبص في الفلوس كده يقول لك لا دي ما تنفعش، عايز ورقه اللي هي الورق كبير يعني. طب 200 و200 وحاجات كده. ويعني والمدام خدت هديتها ولا لا؟ طبعا طبعا انا جاي هدي النفوس طبعا جدا جدا. ونور عليك يا جمانة والله العظيم على الهوا. لا انا بتاكد بس ان نطمن طبعا، ربنا يخليكوا لبعض ويخليك ليهم يا محمد، وتعيشوا تديهم هديه على طول. يا رب ربنا يخليك. انا عملت ايه بقى امبارح؟ انا قولي بقى يومك كان عامل ازاي من اول؟ والله برده نفس الفكره، صلاه العيد الصبح، فطار الفته برده والحاجات دي كلها، بس انا ما بقدرش قوي على الصبح، فيعني عشان ماما برده اشاركها واشارك اخواتي، ف
اضطرت يعني اشارككم في حته بسيطه كده. وبعدين دخلت نمت عشان يعني بعد كده بقى بتعرف تجهيزات لليوم التاني للبرنامج، فما لحقتش بالظبط اعمل حاجه قوي، ولكن استمتعت برده بعائلتنا واسرتنا اللي كانت موجوده، اخواتي ولاد اخواتي، فكانت لطيفه يعني. لسه هنبدا برده، احنا العيد بتاعنا لسه ما ابتداش قوي، احنا دلوقتي بنعيد مع الساده المشاهدين، دي طبعا اكبر هديه لينا اكيد. فلسه كمان احنا العيد بتاعنا هيبتدي، ربنا يديم لميتكم دايما مع بعض كده، لميت العيله ولميتك كده مع كل حبايبك، ودايما كل الناس يا رب كده متهنيين ومتجمعين على خير، حتى لو في اي مشاكل، جو حر، في مشاكل في البيت، ضغوط نفسيه اجتماعيه اقتصاديه، مفيش مكان او بيت بيخلى من المشاكل والهم، لكن لازم نعدي ده ونحس ببهجة العيد. صالحوا بعض. بالظبط. صالحوا بعض يا جماعة. هي أيام فيها عفو جميل وبجد والله العظيم، والواحد يطول باله دايما. أنا عارف وكلنا عارفين إن كلنا دايما بنبقى مضغوطين الفترة اللي فاتت، لكن دي أيام جميلة، أيام ربنا، أيام كلها فضل وجمال وعظمة، يا رب كده يدمها خير وبركة على كل الناس يا رب. اللهم أمين. مرة تانية كل سنة وحضراتكم بألف صحة وسعادة وخير. صباح الخير على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات. كل سنة وانت طيبة وبخير وسعادة دايما يا دينا. وانت طيب يا محمد، وكل سنة وانت طيبة يا جمانة، وكل سنة ومصر والأمة العربية والإسلامية بألف خير يا رب. كل سنة وانت طيبة يا دينا. أخبار العيد لحد دلوقتي إيه؟ أنا عيدت امبارح مع السادة المشاهدين، والنهاردة يعني أنا قضيت اليومين كده، ولسه بكرة كمان إن شاء الله. بس لا بقى يعني اليوم بعد كده قضينا بقى طبعا زي لمة العيلة والفتة واللحمة والذبح كمان، كنا خلاص ذبحنا فبدانا ان احنا نوزع وكده، فلا كان اليوم مشغول جدا امبارح بصراحه. ربنا يتقبل ايدينا. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. بنصبح على حضراتكم مره تانية، وبنقول اهم حاجه زي ما قالوا، اهم حاجه العيديه ولبس العيد بالنسبه لي، وكمان بيجامه العيد، يعني دي اهم ثلاث حاجات لازم بالنسبه لي في طقوسي للعيد في كل سنه، لان ده بحس ان هي دي خلاص بهجه العيد بالنسبه لي، حتى لو نزلنا الشغل او بنشتغل، بس خلاص لما الثلاثه دول بيتحققوا انا بكون مبسوطه جدا وبحس ان انا عيدت. خلونا بقى اعيد عليكم واقول لكم ان احنا الحمد لله في جولتنا السريعه عن احوال الطقس في انخفاض في درجات الحراره، ده بقيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات. الطقس هيكون شديد الحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري، في نشاط رياح على مناطق متفرقه من القاهره الكبرى والوجه البحري ومدن القناه وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال الصعيد. درجه الحراره في القاهره النهارده 37، اعلى درجه حراره هتكون في اسوان 46، واقل درجه حراره هتكون في مطروح 28 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شويه. نرحب بحضراتكم من جديد، وخلينا في البدايه نبدا معاكم باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح. ومن اهمها، وزاره الداخليه اقامت امس شعائر صلاه عيد الاضحى المبارك بمراكز الاصلاح والتاهيل للنزلاء، وشهدت فعاليات الاحتفال بالعيد حضور عدد من رجال الدين لمشاركه النزلاء الاحتفال وتقديم التهنئه لهم. كمان امبارح صندوق تحيا مصر اطلق مبادره اضاحي لتوزيع اللحوم على الاسر الاولى بالرعايه في كافه محافظات الجمهوريه، وده تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بتكثيف جهود صندوق تحيا مصر في مجال الحمايه الاجتماعيه ودعم الاسر الاولى بالرعايه. تفاصيل واخبار اكثر في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة حصلت امبارح. وزارة الداخلية أقامت شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمراكز الإصلاح والتأهيل للنزلاء، وشهدت فعاليات الاحتفال بالعيد حضور عدد من رجال الدين المسيحي لمشاركة النزلاء الاحتفال وتقديم التهنئة ليهم، بما يعبر عن التلاحم والترابط بين فئات الشعب المصري. امبارح وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لصندوق تحيا مصر بتكثيف جهوده في مجال الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، أطلق صندوق تحيا مصر أول أيام عيد الأضحى المبارك مبادرة أضاحي لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية، إيماناً بأهمية توفير احتياجات الأسر خلال موسم العيد. وبتعد مبادرة الأضاحي من صندوق تحيا مصر لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية نموذج رائع لقيم التكافل الاجتماعي، كما تسلط الضوء على أهمية دور المجتمع المدني في مد يد العون للأسر المستحقة ودعمهم في مختلف الظروف، خاصة خلال المناسبات الدينية.
امبارح وفي إطار الحرص على استمرار تنفيذ الأنشطة التوعوية، نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مبادرة عيدك أحلى بدون دخان للعام الخامس على التوالي لتوعية الشباب والأطفال بالآثار السلبية للتدخين وتعاطي المخدرات، وأيضاً توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي بالميادين العامة وساحات المساجد بالمحافظات المختلفة. تهدف المبادرة لتوعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن كون المخدرات تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة، أيضاً توعية الأطفال بأضرار التدخين خاصة التدخين السلبي، مع تجنب وجود الأطفال في الأماكن اللي بيتواجد فيها المدخنين ورفع وعي الأطفال بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة، وحيث يجري تنظيم فعاليات المبادرة طوال أيام العيد. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات. البداية من محافظة المنوفية، تم تخصيص 9 مجمعات استهلاكية ومنفذين دائمين لتوفير اللحوم. في الأليوبية تم تشغيل مجزر كفر سعد ببنها لمناسبة عيد الأضحى المبارك. كمان امبارح في دمياط الهلال الأحمر وزع بالونات وهدايا على المحتفلين بعيد الأضحى في الحدائق، وفي الأقصر تم إطلاق 20 رحلة بالون طائر بأول أيام العيد على متنها 450 سائح. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الإسكندرية شهد الكورنيش إقبال شديد في أول أيام عيد الأضحى المبارك وسط أجواء من الفرحة والبهجة، واصطحب الأهالي الأطفال وحرصوا على التنزه والتجول على الكورنيش عقب انتهاء صلاة العيد. في المنوفية أكدت مديرية التموين أنه تم تدشين غرفة عمليات مركزية لمتابعة أي شكاوى للمواطنين وربطها بغرف عمليات بكل الإدارات الموزعة على مستوى المحافظة، حيث تم تخصيص 9 مجمعات استهلاكية ومنفذين دائمين لطرح اللحوم والخراف لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الطازجة والمجمدة والمفرومة. في الأليوبية شهدت المحافظة افتتاح مجزر كفر سعد بمدينة بنها تجريبياً، واللي بيصل طاقته الاستيعابية ل 1500 رأس تقريباً في الشهر، وبتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 4900 متر، وبيضم صالتين للذبيح فضلاً عن عنبر لاستقبال الحيوانات. تجدر الإشارة إلى أنه تم أعمال رفع كفاءة المجزر وتطويره ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه تقريباً. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة تحديد عدد من الأماكن داخل المحافظة لفحص المقبلين على الزواج طوال أيام أجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم تحديد 3 أماكن لإجراء الكشوف اللازمة، وهي مركز المنصورة داخل وحدة طب الأسرة الدنابيق، ومركز أجا داخل رعاية الطفل أجا، ومركز نبرو. في دمياط وزع الهلال الأحمر المصري البالونات والشوكولاتة والهدايا على الأهالي في الحدائق والمتنزهات العامة صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، وشارك فريق الطوارئ بجمعية الهلال الأحمر المصري في دمياط في حملات الدعم النفسي والتوعية والتأمين الطبي بميدان الساعة والحديقة المركزية بدمياط الجديدة. في الأقصر زينت سماء المحافظة ومع التكبيرات الأولى لصلاة عيد الأضحى المبارك 20 رحلة بالون طائر أقلت على متناها 450 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية، بالإضافة للمصريين من زائري المدينة، وبدا المشهد رائع وكأنه لوحة فنية احتفالية بالعيد. قطاع الحماية المجتمعية أفرج عن 4199 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية تنفيذاً للقرار الجمهوري، مما تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ارتفعت تكبيرات العيد بين جنبات مراكز الإصلاح والتأهيل، فقد حرصت وزارة الداخلية على إقامة صلاة العيد بالتزامن مع إقامتها خارج هذه المراكز كأحد أهم أدوات المنظومة العقابية الحديثة، والتي ترتكز في أحد محاورها على إقامة الشعائر وأحياء المناسبات الدينية تأكيدا على معايير حقوق الإنسان. وقد شهدت صلاة عيد الأضحى حضور قيادات قطاع الحماية المجتمعية وعدد من شيوخ الأزهر، كما قدم رجال الدين المسيحي التهنئة للنزلاء بمناسبة العيد. مشاركة في الأعياد وفي كل المناسبات هي أمر إلهي، فكرة إن احنا طول عمرنا إخوات، طول عمرنا مع بعض، وطول عمرنا بنفرح مع بعض. لفتة جميلة قوي إن
ان مصر تعيد على الاف النزلة وتقول لهم عيدوا النهارده في بيوتكم ويخرجوا من هنا بعد ما اتعلموا ازاي يعيشوا بطريقه افضل من الاول، بعد ما تاهلوا جوه ازاي يطلعوا، عرفوا طريق الحلال، عرفوا الحريه تسوى ايه. هذه المشاركه التي يحرص اخواننا من الاقباط في على ادائها ويحرصون على المجيء الينا دوما، وذلك حالنا ايضا معهم حينما تكون الاعياد نتبادل التهاني ونتبادل التحيات. جينا نعيد على اخواتنا المسلمين بمناسبه العيد زي ما بيعملوا معانا على طول في كل عيد، وربنا يخلينا للرئيس عبد الفتاح السيسي عشان هو عمل لنا المنظومه الجديده ديت، التاهيلات ديت فيها كنيسه والجامع وبنعيد مع بعضه ونفرح كلنا مع بعض. امتزجت فرحة النزلاء بالعيد مع فرحة المفرج عنهم بهذه المناسبة، فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم 214 لعام 2024 في شأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث تم الإفراج عن 4199 نزيلا تم الإفراج عنهم بهذه المناسبة، والذين انطبقت عليهم شروط العفو بعد فحص اللجان المشكلة من قطاع الحماية المجتمعية لملفاتهم، وبعد أن تم تأهيلهم وإصلاحهم وفقا لأحدث نظم الإصلاح والتأهيل التي تحرص وزارة الداخلية على تنفيذها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل مع مراعاة الأبعاد الإنسانية في السياسة العقابية. كلمة شرف واتحققت لما الإيدين اتعلمت إزاي تواجه الظروف. احنا فرحانين جدا والعيد قاعدين ان احنا هنخرج نقضي العيد في وسط اولادنا. ربنا يخلينا نصبت الرئيس عشان ادانا فرصه جديده ان احنا نبدا حياه جديده ونتغير. من داخل المكان دوت ما كانش معايا حرفه، لما دخلت اتعلمت الصنعه اشتغلت اتعلمت حرفه الترزي، بقيت اقعد على مكان خياطه، وان شاء الله لما اخرج باذن الله هبدا الحرفه دي اشتغل في الصنعه دي وابدا حاجه جديده ان شاء الله اصرف بيها على بيتي وعلى نفسي. هنا اتعلمت صنعه ما كنتش ان انا احلم ان انا اتعلمها، ولا عمري في حياتي كنت افكر ان انا اقعد على مكنه واشتغل ترزي والكلام ده، والحمد لله ما حدش اثر معانا طبعا. الف 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 شكر لسياده الرئيس. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي انه اتاح لي الفرصه ان احضر عيد الاضحى مع اهلي واولادي، الحمد لله. دلوقتي ننسى اللي كان وبكره مليان بالامان، بالصنعه دي هقدر اعيش، هقدر على الحمل التقيل وهرد للبلد الجميل واقدر اخد خطوات جديده يخطوها المفرج عنهم لبدايه حياه جديده، حيث كان في استقبالهم ذويهم خارج مراكز الاصلاح والتاهيل بفرحه كبيره واشاده بقرار العفو الرئاسي الذي اعاد اليهم ابناءهم في احضانهم، كما اشادوا بتغيير سلوكياتهم وما لمسوه من استعداد لبدايه حياه جديده. اشكرك يا سياده الرئيس ان اخويا طلع بالسلامه الحمد لله، وعلى كل حاجه حلوه بتعملها لنا نحمد ربنا يا رب. الحمد لله الحمد لله، ربنا يكرمكم يا رب، ربنا يكرمكم. الحمد لله الحمد لله. الف شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ان طلع اخويا بالسلامه، الف شكر لادي عيدان والله. نشكر السياده الرئيس اللي هو خرج ابن اولادنا كلها، مش ابني بس، اولادنا كلهم بالسلامه وكل عام وهو طيب. التوسع بالإفراج بالعفو الرئاسي هو أحد أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة، وهو فرصة للمفرج عنهم للبداية من جديد بعد تأهيلهم لتسهيل اندماجهم في المجتمع. مشاهدينا فقرتنا لسه مستمرة مع حضراتكم لغاية الساعة 10 صباحا، لكن هنروح لفاصل سريع ونرجع لكم على طول. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. دلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة بقيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات، والطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، وده مع فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيبه. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم طيبين وبخير يا رب. يا رب. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس، خصوصا ان الحمد لله كده في انخفاض ملحوظ من امبارح بدرجات الحراره من درجتين لثلاث درجات. بالفعل يمكن احنا بعد الموجة الشديدة اللي شاهدناها خلال الأيام الماضية وكانت ذروتها السبت الماضي، بالأمس حصل انخفاض في قيم درجات الحرارة
بمعدل 3 إلى 5 درجات على محافظات شمال البلاد. اليوم كمان متوقع مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة عن أمس كمان بمعدل من 2 لـ3 درجات، والانخفاض ده هيشمل كمان بعض المحافظات الداخلية. فأنا عندي السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، المناطق دي كلها يحصل عليها انخفاض آخر في قيم درجات الحرارة اليوم بسبب مرور منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا بيأثر بشكل كبير على المناطق الساحلية وبيساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة. كمان مصادر الكتل الهوائية أغلبها كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، فبالتالي منخفضة في قيم درجات حرارتها مقارنة طبعا بالكتل الهوائية الصحراوية. تمام. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع يكون ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية خلال فترة النهار. أيوة. مع وجود نسب رطوبة في الجو بدأت تزيد بشكل تدريجي بتخلينا نحس بقيم درجات حرارة أعلى من القيم دي، هيظل إحساسي بطقس فترة النهار هو طقس شديد الحرارة. وده اللي أنا كنت عايزة أسأل حضرتك عليه، دايما السواحل الشمالية درجات الحرارة بتكون منخفضة فيها، لكن بسبب نسبة الرطوبة مش بنحس بده قوي، يعني بنحس إن ممكن القاهرة تكون أحسن من السواحل الشمالية في درجة الحرارة. هو بالفعل لان نسب الرطوبه بدات تزيد في الجو، واغلب مصادر الكتل الهوائيه احنا بنقول قادمه من على البحر المتوسط، فطبعا بتحمل بكميات كبيره من بخار الميه، فده بيؤدي لارتفاع نسب الرطوبه، وخاصه كمان الاماكن الساحليه بتكون اعلى في نسب الرطوبه من المحافظات الداخليه. كل ما تقدمت للداخل كل ما كانت نسب الرطوبه اقل. في السواحل الشمالية نسب الرطوبة تتجاوز 85، أحيانا بتوصل ل 90%، في المناطق الداخلية ما بين 75 لـ85%، وطبعا محافظات الصعيد بتبقى نسب الرطوبة فيها قليلة جدا، طبعا ده رحمة ربنا لأن قيم درجات الحرارة في الأماكن اللي موجودة في الصعيد بتبقى هي الأعلى طبعا. فبالتالي نسب الرطوبة يعني بتبقى نسبة وتناسب مع قيم درجات الحرارة. لكن وجود نسب رطوبة في الجو بيخلينا نحس إن قيم درجات الحرارة اللي إحنا بنقولها احنا بنحس قيم درجات الحراره اعلى منها دايما. بالظبط، درجه الحراره المحسوسه دايما بتبقى عاليه، عشان كده احنا بنقول يظل الطقس شديد الحراره، احساسي بيه شديد الحراره رغم انخفاض قيم درجات الحراره، خاصه في الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد، كمان جنوب الصعيد وجنوب سيناء. اجواء ما بين المائله للحراره للحاره في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط. طيب. كمان فتره الليل مع الغياب التام لاشعه الشمس اكيد بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره طبعا. الانخفاض ده هيكون ملحوظ كمان فترات الليل، صغرى فترة الليل ما بين 24 إلى 25 درجة مئوية، مع كمان وجود نشاط للرياح. إن شاء الله متوقع اليوم يكون في نشاط للرياح في أغلب محافظات الجمهورية، هيلطف الجو شوية بالليل. بالظبط، هيساعد إن احنا نحس أكتر بالأجواء المعتدلة فترات الليل بشكل تدريجي كده، مع فترة المساء ودخولنا أكتر في ساعات الليل هنحس باعتدال الأجواء بشكل كبير. ننوه كمان النهاردة إن في فرص لسقوط الأمطار. لسه كنت أسأل حضرتك، هل فرص الأمطار دي ممكن تمتد للقاهرة والسواحل الشمالية ولا فقط على جنوب سيناء وشمال الصعيد؟ هي طبعا فرص الامطار فقط هتكون موجوده في المحافظات الداخليه زي مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومناطق من سلاسل الجبال والبحر الاحمر وجنوب سيناء، هي دي الاماكن اللي هيكون عليها فرص سقوط امطار فقط. الاماكن الشماليه اللي هو السواحل والوجه البحري والقاهره الكبرى مش هيكون عليهم تماما اي فرص لسقوط الامطار. والامطار الموجوده معانا في الجنوب هي امطار خفيفه، ممكن تكون احيانا امطار رعديه لكن مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه، يمكن ده يساعد ان قيم درجات الحراره ما تعلاش بالشكل الكبير زي الايام الماضيه، لان احنا الايام الماضيه محافظات الصعيد كانت العظمى فتره النهار تتجاوز 47 درجه مئويه خلال فتره النهار، فده هيساعد ان قيم درجات الحراره ما تزيدش بشكل كبير طبعا. لكن لازم نخلي بالنا احنا لسه بنقول رغم انخفاض قيم درجات الحراره ما زال احساسنا بالطقس شديد الحراره خلال فتره النهار، والاجواء دي اللي فيها انخفاض قيم درجات الحراره وتعتبر قيم درجات الحراره فيها حول المعدلات الطبيعيه مكمله معانا لنهايه الاسبوع لحد فتره الاجازه. طيب حضرتك بتقولي مكمله معانا لنهايه الاسبوع درجات الحراره اللي هي تكون فيها يعني معتدله بشكل كبير، هل بعد كده هنواجه موجه حاره جديده وده مع بدايه فصل الصيف؟ فصل الصيف هيبدا معانا من يوم الخميس ان شاء الله. هو الى الان الخرائط الجويه والتوزيعات الضغطيه بتشير ان قيم درجات الحراره مش هيكون فيها ارتفاعات ملحوظه زي الايام الماضيه. طب. يعني قيم درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى مش هتتجاوز ال 40 درجه مئويه، هتظل ما بين 37 الى 38 درجه مئويه، لكن اكيد طبعا مع فصل الصيف ورد تتكرر الموجات الحاره مره اخرى، ده فصل ارتفاع في قيم درجات الحراره. بس على الاقل نهايه هذا الاسبوع بدايه الاسبوع اللي جاي كمان هتظل قيم درجات الحراره
حول المعدلات الطبيعيه او حتى لو اعلى من المعدل بدرجه درجتين. والاجواء اللي احنا بنعيشها زي النهارده والايام اللي جايه ان شاء الله ما فيهاش اي ارتفاعات ملحوظه في قيم درجات الحراره، بس بناكد على كل الساده المواطنين فترات الظهيره لازم نتجنب اشعه الشمس بشكل مباشر، لان ده هيخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 4 5 العصر. الفترة دي نتجنب أشعة الشمس، لو احنا هنخرج في الفترة دي لازم يكون معانا غطاء للرأس يحمينا من أشعة الشمس بالظبط. زي ما حضرتك بتقولي احنا في فترة أعياد وفترة خروج وفسح، أكيد الناس بتتجه للسواحل خاصة لو البحر الأحمر أو البحر المتوسط، عايزة أعرف من حضرتك حالة البحار وهي آمنة لنزول المياه ولا لأ؟ طبعا احنا عندنا ارتفاع امواج على البحر المتوسط ما بين 1 إلى 1.5 متر، فهو معتدل ومؤهل تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية، وكمان ان احنا نقدر نستمتع بالأجواء. وقيم درجات الحرارة في المدن او المحافظات المطلة على البحر المتوسط ما بين 30 لـ 31 درجة مئوية، حتى لو في نسب رطوبة عالية زي ما بنقول هنحسها لو تكون 33 درجة مئوية فهي يعني أقل قيم درجات حرارة في الجمهورية كلها، فنقدر نستمتع بالأجواء. أيضا المدن المطلة على البحر الأحمر، البحر الأحمر تحديدا ارتفاع أمواج ما بين 1.5 لـ 2.5 متر هيكون مضطرب، لكن في عمق البحر الأحمر نقدر نستمتع بالأجواء برضو، لكن هنخلي بالنا لأن درجات الحرارة في المدن المطلة على البحر الأحمر مرتفعة بشكل كبير تتجاوز 42 و43 درجة مئوية. الأجواء فترة النهار أجواء شديدة الحرارة بشكل كبير، فهنأكد لو احنا عاوزين نستمتع بالأجواء زي ما بنقول دايما نحاول نتجنب كمان النزول والتعرض للشمس من الساعة 12 للساعة 4، يعني لو عايزين ننزل المية ننزل من قبل الساعة 12 من الصبح بدري أو من بعد الساعة 4 بيكون آمن جدا حتى للأطفال وكبار السن. بالفعل، وكمان طبعا الملابس تكون الملابس القطنية الفضفاضة فاتحة اللون، عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترات طويلة. أنا مهم جدا أغير درجة حرارة جسمي باستمرار تجنبا لأي إجهاد حراري. السوائل طبعا لازم نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل وأهمهم المية، حتى لو مش عطشان ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي. اتواجد في اماكن جيده للتهويه بقدر الامكان يساعدني ان انا احس بقيم درجات حراره اقل ونسب رطوبه اقل. وعدم ركن السيارات او ترك اي مواد قابله للاشتعال داخل السيارات لو العربيات تركن في الشارع تحت اشعه الشمس. طبعا نستمر في المتابعه الجيده للمشاهد. اكيد الجوية. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره العظمى 37 الصغرى 24، العاصمه الاداريه 37 24، اسكندريه 30 23، العالمين الجديده 29 23، مطروح 28 22، دمياط 31 23، بورسعيد 32 23، اسماعيليه 37 25، السويس 37 25، العريش 32 22، كاترين 32 17، طابة 39 26، حلايب 37 29، شراتين 41 28، شرم الشيخ 42 30، الغردقة 42 30، الفيوم 39 25، بني سويف 39 26، الوادي الجديد 42 29، أسيوط 40 28، سوهاج 42 28، قنا 44 30، الأقصر 45 30، وأخيرا أسوان 46 31. هنستمتع بالأجواء الصيفية المعتدلة خلال الكام يوم الجايين أو خلال فترة العيد كلها، لأن في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وكمان الجو بالليل هيكون معتدل مع نسمة هواء جميلة. فيعني بنتمنى ليكم أجواء سعيدة كده وقضاء أجازة عيد سعيدة بإذن الله مع طقس معتدل. هرجع مرة تانية لجمانة ومحمد علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا، يا رب كده الطقس يبقى معتدل النهارده واليومين اللي جايين بقيه ايام العيد ان شاء الله، ويبقى في اجواء حلوه كده مناسبه ان احنا نخرج ونتفسح ونشوف اماكن جديده. درجه الحراره الايام اللي فاتت كانت صعبه جدا يا محمد، تحس ان احنا بقى عندنا زي ما بيقول تروما او خايفين من درجات الحراره، بقينا بنتابعها اكتر من اي حاجه. في يومنا لازم نصحى الصبح نشوف درجات الحراره بتسجل كام كل يوم، لان فعلا الايام اللي فاتت درجات الحراره كانت وصلت لدرجات صعبه جدا ما كناش حتى متعودين عليها. فعلى اي حال ناخد بالنا زي ما قلت لحضراتكم، دايما يبقى في معانا سوائل، لازم نبقى برضو واخدين بالنا من الشمس، هنحاول ان احنا ما نوقفش في الشمس كتير، نقف في اماكن ظل كمان. يعني يا ريت لو حد يقدر يساعد الناس طبعا الموجوده في الشارع، ان هو يبقى مخلي معاك في العربيه ازايز ميه ممكن انت تديها لحد في الشارع. فيعني يا ريت. خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم نتابع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده في سياق هذا التقرير.
بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج من مشعر منى، حيث يشعرون في رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، ويتوجه الحجاج لمنطقة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى جمرة العقبة، اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبقى الحجاج طوال أيام التشريق الثلاثة في مشعر منى. النهاردة العشاء الكرة المصرية موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 26 من عمر المسابقة. هيلتقي الجونة مع البنك الأهلي في تمام الساعة الرابعة، في السابعة هيلتقي الإسماعيلي مع إمبي، في نفس التوقيت هيلتقي الزمالك مع المصري. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. هيلتقي منتخب رومانيا مع منتخب أوكرانيا في الرابعة عصراً، وفي السابعة مساءً هيلتقي منتخب بلجيكا مع منتخب سلوفاكيا، وفي العاشرة ليلاً هيلتقي منتخب النمسا مع منتخب فرنسا. بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، شهدت محافظات الجمهورية تدشين مبادرة عيدك أحلى بدون دخان، واللي بيتم تنظيمها من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على مدار أيام عيد الأضحى المبارك للتوعية بمخاطر التدخين والمخدرات، بجانب تنظيم كمان ورش عمل للأطفال لرفع الوعي لديهم ضد التدخين. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف الأستاذ مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم يا فندم وعلى كل السادة المشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك. يعني في البداية لو نتعرف من حضرتك على تفاصيل الفعاليات اللي بتشملها هذه المبادرة، مبادرة عيدك أحلى بدون دخان. خلينا أقول لحضرتك يمكن إحنا الحقيقة الأعياد والمناسبات بتمثل لنا يعني أهمية كبيرة، خاصة لأن إحنا الحقيقة بنستهدف يعني تنفيذ أنشطة وبرامج توعوية مختلفة. إحنا بنستهدف الحقيقة توعية الأطفال ورفع وعيهم بخطورة التدخين من خلال الحقيقة تنفيذ أنشطة وألعاب تفاعلية كلها مرتبطة بقى أضرار التدخين وتعاطي المواد المخدرة. بنستهدف أيضا تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى شبابنا ووعيهم بخطورة تعاطي المواد المخدرة، يعني زي تصحيح المفاهيم المغلوطة، بعض الحقيقة المعتقدات الخاطئة لدى الشباب إن المخدرات بتساعد على نسيان الهموم، على تنشيط الذاكرة، على الحقيقة يعني كلها معتقدات خاطئة، فبالتالي بنرفع وعيهم بخطورة تعاطي المواد المخدرة. أيضا بنستهدف توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وإزاي لو الأسرة لا قدر الله عندها ابن بيتعاطى مواد مخدرة، إيه أبرز العلامات اللي ممكن تشير إلى ابن بيتعاطى مواد مخدرة، وإزاي تتعامل الأسرة معاه، وإزاي أيضا تتواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان اللي هو 16023 للحصول على كافة الخدمات العلاجية مجانا وسرية تامة. إحنا الحقيقة يمكن إحنا من أهم المحاور اللي بيشتغل عليها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة معالي الوزيرة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أيضا المحور الوقائي. إحنا يمكن على مدار الفترة اللي فاتت دشلنا أكبر برنامج وقائي لتوعية طلابنا في المدارس، خاصة المرحلة الإعدادية والثانوية، ونفذنا هذا البرنامج خلال العام الدراسي الحالي في أكثر من 7500 مدرسة. البرنامج الوقائي كمان بيعتمد إن هو بيبث فيديوهات توعوية بتبرز رحلة التعاطي وبتبرز أيضا الأضرار اللي بيتعرض ليها المتعاطي للمواد المخدرة، وبالتالي بنرفع وعي طلابنا يعني بخطورة تعاطي المخدرات. احنا الحقيقة كمان أيضا عندنا توجيهات من القيادة السياسية ننفذ برامج توعوية متكاملة لأهلينا داخل المناطق المطورة زي الأسمرات المحروسة، بشاير الخير، حدائق أكتوبر. يعني في استهداف أستاذ مدحت لأعمار مختلفة وشرائح كمان اجتماعية مختلفة، ده هيخليني أسأل حضرتك اعتمدتوا على ايه؟ يعني ايه هي ابرز الوسائل والفيديوهات والاهداف اللي انتوا اشتغلتوا عليها عشان المبادره دي عيدك احلى بدون دخان تصل لكافه الشرائح؟ خلينا حقيقة حضرتك يعني بالنسبه في اهميه هذا السؤال، لان احنا الحقيقه كمان احنا لما بنحلل بيانات المتقدمين من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان المتقدمين للعلاج، احنا الحقيقه بنشوف ايه ابرز الفئات العمريه المستهدفه، بنشوف ابرز انواع المخدرات انتشارا، بنشوف كمان الحقيقه كل المحاور دي عشان لما نيجي نضع الخطط والاستراتيجيات الخاصه ببرامج التوعيه بتبقى مستنده على اساليب علميه. بمعنى احنا لما بنيجي نستهدف الاطفال بيبقى عندنا الحقيقه هدف نرفع وعيهم بخطوره تعاطي المخدرات، وبالتالي بعدنا نشأ عنده وعي كامل
بخطوره التدخين. ايضا الحقيقه كمان بالنسبه فيما يتعلق لما وجدنا ان بعض يعني التعاطي في سن مبكر، عشان كده دشنا اكبر برنامج وقائي وبدانا نستهدف المراحل العمريه من 12 سنه واقل ذلك الحقيقه لمراحل اكبر. ايضا بنصحح المفاهيم المغلوطه داخل لدى شبابنا في الجامعات المصريه، ويمكن صندوق مكافحه وعلاج الادمان اصبح له لاول مره بيوت تطوع، ودي بمثابه مقرات دائمه داخل الجامعات المصريه. هدف بيوت التطوع بتستقطب الشباب داخل الجامعات، بنستثمر وقتهم الحقيقه في التوعيه بمخاطر المخدرات. يمكن احنا عندنا حاليا 33 ألف متطوع من الشباب، معظمهم كلهم الحقيقه معظمهم الحقيقه من طلبه الجامعات المصريه، هم اللي بيشاركوا في الحقيقه اعداد البرامج التوعويه وايضا تنفيذها لتوعيه الشباب بخطوره تعاطي المواد المخدره. احنا ايضا كمان احنا يمكن نزلنا في كره المبادره الرئاسيه حياه كريمه، ويمكن على مدار الفتره اللي فاتت نفذنا برامج توعويه في اكثر من 750 قريه. البرامج طبعا بتعتمد، بنعمل دوري رياضي تحت شعار التعافي من المخدرات، بنعمل ورش حكي والعاب تفاعليه بالنسبه للاطفال، بنعمل كمان توعيه للاسر وازاي الاسره تتعامل مع يعني الشخص لو لا قدر الله بيتعاطى مواد مخدره، وازاي ايضا بتتواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان بالتوازي مع المحور الوقائي. انا يمكن عايز كمان ازف لحضراتكم خبر صار، يمكن احنا مصر من يعني الحياه الدوله المصريه قدرت ان هي تصبح بيت خبره من خلال صندوق مكافحه وعلاج الادمان لكثير من الدول العربيه. يمكن على مدار الفتره الماضيه استقبلت معالي الوزيره وفد رفيع المستوى من البرلمان العراقي، ايضا وفد من القياده العامه لشرطه دبي، واخيرا الحقيقه كان عندنا كمان وفد رفيع المستوى من اكاديميه الشرطه بدوله الامارات. كل الحقيقه وفود الدول العربيه اللي بتاتي الى صندوق مكافحه وعلاج الادمان هدفها هو التعرف على التجربه المصريه خاصه في طبعا هي تجربه مهمه ومحترمه جدا يا استاذ مدحت، بس يعني خليني اسال حضرتك في نقطه يعني حضرتك تطرقت لها. حضرتك تحدثت عن ابرز الفئات اللي بتستهدفوها، ان كان حتى في التوعيه او حتى في يعني فكره الاستقطاب للاسف اللي بيقعوا ممكن يقعوا في فخ المخدرات. عايز اعرف من حضرتك ايه ابرز الفئات حسب طبعا الاحصائيات اللي عندكم، لانه حضرتك بتقول انه كمان بتستهدفوا سن اعداديه وثانويه عامه، ممكن ناس يعني اسر ما تستوعبش انه السن ده صغير ممكن يقع في فخ التعاطي. لا احنا بالفعل زي ما اشرت لحضرتك، احنا عشان لما بقول لحضرتك بنحلل بيانات المتقدمين، لقينا الحقيقه ان بعض الفئات العمريه بتبقى الحقيقه بيبقى التعاطي في سن مبكر زي من سن 12 سنه. الحقيقه بعض 12 سنه بعض الحقيقه بعض الفئات، فعشان كده يعني بنستهدف كمان يبقى الوقايه من البدايه، عشان كده بننفذ برامج توعويه متكامله. ويمكن الحقيقه الحمله اللي اطلقناها حمله انت اقوى من المخدرات، ويمكن كان بطلها على مدار العديد من السنوات الماضيه نجمنا كابتن محمد صلاح. الحقيقه الحمله دي حققت نجاحات مبهره سواء على المستوى المحلي، زودت عدد المتقدمين للعلاج من الادمان على الخط الداخلي لصندوق مكافحه وعلاج الادمان 16023 500%، يعني 5 أضعاف. فيما يتعلق على المستوى الدولي اعتبرتها الحقيقه كثير من الدول من الحملات الملهمه والمؤثره والابداعيه لتوعيه شبابنا من ده رائع جدا استاذ مدحت، وان شاء الله كمان هيحصل يعني تمديد لهذه المبادره ما تكونش بس قاصره على ايام العيد. بس عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا فيما يتعلق بالتواصل مع الاهالي واولياء الامور، لانه مهم جدا يبقى في تواصل معاهم لتوعيتهم ازاي يتعاملوا مع ابنائهم اذا وقعوا في يعني مخاطر التدخين او اذا تعرضوا لاي شيء من الوان المخدرات او غيره. ازاي ده بيتم الجانب التوعوي مع الاهالي واولياء الامور؟ خلينا اقول لحضرتك بالنسبه فيما يتعلق بالتواصل، عشان كده بقول لحضرتك بالنسبه للاعياد والمناسبات بتمثل لنا اهميه كبيره، لاني بنتواصل مع الاسر، ايضا بننفذ برامج توعويه داخل الانديه الرياضيه، بننفذ برامج توعويه للمصطفين لاثناء فتره الصيف في المحافظات الساحليه. الحقيقه كافه المناسبات و
تجمع الاسر احنا بتمثل لنا اهميه كبيره جدا، حتى اثناء كمان فتره المعرض الدولي للكتاب كلها بتمثل صحيح. لنا اهميه كبيره، لان زي ما بقول لحضرتك بنتواصل مع الاسر، بنعرفهم ازاي اليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، بنعرفهم ايه ابرز العلامات الداله اللي ممكن تشير ان الابن بيتعاطى مواد مخدره، وبالتالي كمان بنعرفهم ازاي يتواصلوا مع الخط الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان للحقيقه الحصول على كافه الخدمات العلاجيه مجانا وفريه تامه، بجانب البرنامج الوقائي احنا ايضا عندنا البرنامج العلاجي لاي مريض ادمان يقدر يستطيع ان هو يحصل على كافه الخدمات العلاجيه مجانا وفريه تامه. طبعا مجهود كبير جدا يعني بنحيي حضراتكم عليه، الاستاذ مدحت وهبه المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحه وعلاج الادمان. ومره طيب بنفكر حضراتكم ان الخط الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان هو 16023. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر الانباء، موجز الثامنه صباحا بتوقيت القاهره مع زميلتنا دينا شرف. اتفضلي يا دينا. شكرا لك محمد. الثامنه صباحا بتوقيت القاهره، الخامسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. يقضي حجاج بيت الله الحرام اعتبارا من اليوم في مشعر منى أيام التشريق الثلاثة لرمي الجمرات الثلاثة، مبتدئين بجمرة العقبة الصغرى ثم الوسطى فالكبرى، ويمكن للمتعجلين من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، إذ يتوجهون بعدها إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في لقاء أخوي بمشعر منى، وأيضا كان الرئيس السيسي قد وجه في تدوينة له على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه جزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد الله العزيز آل سعود والأميرة محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال شنت غارة على حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، مما أسفر عن شهداء ومصابين، كما استشهد عدد من الأشخاص إثر قصف للاحتلال استهدف مدرسة تأوي نازحين في بيت حانون شمال القطاع. وجنوبا قصفت مدفعية الاحتلال منطقتي تل السلطان والحي السعودي غرب مدينة رفح الفلسطينية. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين في معارك جنوب قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلى إلى 13 قتيلا خلال اليومين الماضيين، وبذلك ترتفع حصيلة الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى منذ 7 أكتوبر الماضي تصل إلى 662 قتيلا. ومن جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن الأثمان التي يتكبدها الجيش في صفوف القتلى والجرحى بجنوب قطاع غزة باهظة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته تبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب في غزة وتحرير المحتجزين وتقديم الإغاثة الإنسانية والعمل من أجل التوصل إلى حل دولتين في المستقبل. ومن جانبه أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن واشنطن تسعى لضمان وصول المساعدات بعيدا عن تأثير العمليات العسكرية. وأوضح سوليفان أن واشنطن حققت تقدما كبيرا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد أن يرى وقفا للأعمال القتالية في غزة ورؤية المحتجزين يعودون إلى ديارهم. أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي أن حزب الله اللبناني يصعد
هجماته أو يصعد هجماته مما يقود الأوضاع إلى حافة تصعيد أوسع. وأوضح المتحدث العسكري الإسرائيلي أن الجيش سيتخذ كل الإجراءات لحماية الإسرائيليين، مؤكدا أن عودتهم الآمنة لمنازلهم غير قابلة للتفاوض. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم أهدافا لحزب الله في 4 مناطق مختلفة خلال 24 ساعة الماضية. طلب البيان الختامي لقمة سويسرا بشأن الأزمة الأوكرانية بالتوصل إلى السلام من خلال المشاركة والحوار بين جميع الأطراف. وأكد البيان الختامي أن أي تهديد أو استخدام للأسلحة النووية في الحرب غير مقبول. وطالب البيان بضرورة منح أوكرانيا السيطرة السيادية الكاملة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية. كما شدد البيان على أن الحرب ضد أوكرانيا تخلق مخاطر وأزمات ذات تداعيات عالمية. ختام موجز 8 فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. نرحب بحضراتكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم في حلقتنا النهارده وتغطيتنا لفعاليات ومظاهر الاحتفال بتاني ايام عيد الاضحى المبارك. ومؤسسه حياه كريمه شاركت الاهالي الاحتفالات بعيد الاضحى المبارك. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير من الغربيه عن اجواء احتفالات حياه كريمه مع الاطفال والاسر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. في أجواء تسودها السعادة والفرحة، شاركت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية المواطنين باحتفالات عيد الأضحى المبارك. وشهدت ساحة مسجد خليل بقرية محلة زياد إحدى قرى مركز ومدينة سمنود توافد المئات من المصلين الذين اصطحبوا أبناءهم للمشاركة في أداء الصلاة وسط أجواء احتفالية مميزة. والله إحنا بقالنا يومين بنجهز للتجهيزات دي لأن العدد تخطى 30,000 النهاردة، وإن شاء الله يعني كالعادة حياة كريمة معانا في كل سنة وكل فرحة وكل بهجة بإذن الله. إحنا جينا موجودين هنا من امبارح بالليل من بعد صلاة العشاء تقريبا علشان نجهز لتجهيزات العيد وصلاة العيد، وجايبين هدايا معانا لأطفالنا والحبايبنا كلهم. طبعا النهاردة عيد الأضحى، وعيد الأضحى ده عيد الفداء وعيد الذبح وعيد التضحية، وطبعا في فرحه لان جاي بعد الوقوف بعرفات وجاي بعد مناسك الحج، فدي شيء طيب طبعا، والفرحه دي بتعم المسلمين كلهم. مؤسسه حياه كريمه حرصت على مشاركه المواطنين في صلاه عيد الاضحى، وقامت بتوزيع الهدايا والحلوى على المصلين ولا سيما الاطفال لادخال البهجه والسرور في قلوبهم. اجواء عظيمه جدا جدا، فانا طبعا بشكر فخامه رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل أهل مصر. كل عام أنتم بخير، وكل عام ومصر بخير وفي أمن وأمان، ونتمنى أن كل مصر وشعب مصر وأهل مصر وقادتها وشرطتها وكل من على أرضها يكونوا بخير، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله كده نكون دايما يا رب في تقدم وازدهار. بصراحة كان النهاردة يوم جميل جدا 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 جدا، وإحنا بنصلي في الخير إن شاء الله، وكل عام والأمة الإسلامية كلها بخير وسلامة وصحة. مشاركة مؤسسة حياة كريمة في تنظيم ساحة الصلاة وتوزيع الهدايا حظى بإعجاب وثناء مئات المواطنين الذين أدوا صلاة العيد في ساحة مسجد خليل. من محافظة الغربية لمحافظة القاهرة هنتابع مع حضراتكم تقرير عن أجواء احتفالات عيد الأضحى المبارك في الحديقة الدولية بمدينة نصر. العيد اهو جه وخلى الدنيا علينا سعيده، العيد اهو جه وخلى الفرحه تبقى اكيده. احنا اول مره نيجي هنا الحديقه الدوليه الصراحه، فمبسوطين جدا يعني، وحديقه حلوه واسعه، وبعدين انا كنت فاكر انها تبقى يعني زحمه عن كده في اول يوم العيد، لقيتها لا كويسه ويعني في مساحه ناخد راحتنا في الحديقه. اول مره نيجي الحديقه هنا بس اتبسطنا بيها جدا يعني، مكان حلو. مع الاسره هنا كل عام وانتم بخير، والمكان حلو لطيف وكويس يعني، وزي ما انت شايف كده كله خضره يعني، والجو حلو الحمد لله يعني. المكان حلو برضو، والاولاد فرحوا يعني وبيلعبوا ومراجيح، والاسعار كويسه برضو، واتبسطنا يعني الحمد لله. احنا
والله بنصحى الصبح نصلي صلاه العيد الاول، بعدين نطلع نفطر وبجيب الاولاد ونيجي نقعد هنا في الجنينه. لقينا كويسه، التذاكر كويسه يعني 20 جنيه مش حاجه دلوقتي، الدنيا كويسه، مصرح بدخول الاكل والمشروبات كل حاجه، مسهلين كل حاجه يعني. كل عام وانتم طيبين والامه الاسلاميه طيبه وبخير وصحه وسعاده. والله احنا بنعيد هنا في الحديقه الدوليه حاجه بسم الله ما شاء الله، وكل سنه طيبين والاهل والقرايب، وانتم كمان كل سنه طيبين، واحنا سعداء ان احنا شفناكم. والله باقي مع اولادي ومع مراتي ومع اخويا ومرات اخويا واولاد اخويا، بنقضي يوم سعيد ويوم حلو. جاي مع مامتي واختي، بلعب في جنين، كنت بركب المرجيح انا واختي في جنينه، وكنا بنتسلى مع بعض، وكنت مبسوط جدا لان انا كنت هروح جنينه. بلعب بالسكيت بتاعي، ورحت النهارده الملاهي كلها ولعبت. يلا نهيص يلا هنرقص. جنينه طبعا زي ما انت شايف كده 55 فدان، باخد جوله كده بالجنينه بفرج الناس على المناظر الطبيعيه وكده، بنعدي على اجنحه اللي هو جناح العربي، الكويت، الامارات، المغرب، تمام، في بقى فوق هنا الجناح الاوروبي، كوريا وفرنسا، المانيا، تمام، في مصر وامريكا برضو فوق الجنينه. ومن الحديقة الدولية بمدينة نصر خلينا نروح مع حضراتكم ونتابع هذا التقرير عن احتفالات عيد الأضحى المبارك في حديقة الطفل والتجهيزات كمان اللي اتعملت عشان الأطفال يستمتعوا بفرحة العيد. طبعا حديقة الطفل تعتبر من حدائق مشروع الحدائق المتخصصة محافظة القاهرة، وطبعا الحديقة تعتبر من أفضل حدائق، مشروع الحدائق المتخصصة في المحافظة. طبعا الاستعداد بيبقى قبليها بفترة كبيرة يعني بتاع أسبوع أو أسبوعين، بنجهز الحديقة من صيانة نظافة الحديقة، ودي طبعا تعتبر باستمرار يعني سواء في عيد أو غير عيد. الجمهور بيدخل على شباك التذاكر، بيقطع التذاكر المطلوبة منه بتفتيش من الأمن للداخل، ممنوع اي متفرقات او اي مواد مشتعله اللي احنا مش مسموح بيه. مواعيد العمل من الساعه 9 صباحا 8 صباحا الى الساعه 12 مساء في الاعياد. هي مريحه وهاديه كده وفي راحه كده، والطفل بياخد راحته من غير ما اكون خايفه عليه او كده. الحقيقه الحديقه جميله جدا ولان اسريه، وبشكر هنا المسؤولين على الحديقه، احنا كل سنه بنيجي على فكره وبنيجي نلاقي على طول فيها تطور، فده اللي بيعجبنا في الحديقه. هي الحديقة جميلة بجد، هي الحديقة هي الأشهر. ولسه بهجة العيد مكملة، نشوف تقرير مع حضراتكم عن الفعاليات والاحتفالات في حديقة العاشر من رمضان بمدينة نصر. من قبل العيد باسبوعين ثلاثه بنبتدي نعمل الصيانه بتاعتنا عشان تامين عشان الجمهور اللي بيجي لنا هنا طبعا، وبناخد استعداداتنا بالكامل، لان ما فيش حد اللي يجي مبسوط ويمشي مبسوط، ما حدش يبقى ماشي فيه اي حاجه مش مبسوط منها من مكاني. عندنا هنا 17 لعبه، العاب كهربائيه، العاب كبيره، ديسكفري، مركب، العاب البيستا، العربيات، في العاب للاطفال، في قطر للاطفال، في عربيات صغيره للاطفال، في بيبي كار، كل الاعمار اللي بتيجي هتلاقي كل اللي يناسبها. العيد السنة دي أحلى كل الأعياد. بصراحة أنا أول مرة جيت عجبتني، وأول ما دخلت لعبت العربيات ولسه أول مرة يعني بصراحة عجبتني. أنا جيت كذا مرة وبصراحة يعني الحديقة ممتازة، مش أول مرة يعني نيجي وكده، والأجواء هنا يعني تحفة بصراحة، يعني حاجة كويسة جدا. والله هو بالنسبة لي أول مرة أجي هنا، ولقيت المكان مناسب بالنسبه للاطفال ان هم يعني يلعبوا كده وياخدوا راحتهم. قعدنا نلعب انا واخواتي، رحنا الملاهي، خدنا جو حلو، الجو كان حلو النهارده بصراحه. هو اول عيد اجي بصراحه، بس انا جيت قبل كده بس ما كنتش بالمنظر ده، هو اول عيد اجي فيه هنا. لا جينا قبل كده مكان مرتين قبل كده، جينا جو حلو ومكان امان، بسيب اولادي يلعبوا ومكان جميل يعني وكده، وجددوا حاجات برضو فيها، مفيش ازدحام قوي زي الحدائق التانية الدولية والازهر والاماكن دي. والافراح بتنادي جايه الناس المعاد. شركة ميتا اضافت ميزات جديدة لتطبيق المراسلة الخاص بالاعمال واتساب بزنس، والمزايا دي الحقيقة بتشمل توثيق الحسابات
ودعم الذكاء الاصطناعي. خلونا نعرف يا جمانة تفاصيل أكتر، وإزاي بيتم توثيق حساب الواتساب، وإيه المميزات الجديدة للتطبيق، من المهندس إسلام غانم خبير تكنولوجيا المعلومات اللي معانا على الهواء. كل سنة وحضرتك طيبة يا باشمهندس. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بصديقتنا، وأهلا بالسادة المشاهدين، وطبعا برد كل تهاني بنسبة عيد الأضحى للسادة المشاهدين. عايزين نعرف من حضرتك كده ونبسط للسادة المشاهدين، إيه القصة الخاصة بتوثيق حساب الواتساب، وإيه الشروط الخاصة بهذا التوثيق؟ هو طبعا خلينا نقول إن الشركة المنتجة للخدمة ديت اللي هي شركة ميتا، في الأول وفي الآخر بتبقى عندها رصد تام إنها إزاي تحافظ على عدد المستخدمين وان هم ما بيتحولوش للغريم شركه اكس. فمن لحظه للثانيه بتحط مميزات بحيث يبقى في استمراريه للي انت تبدا تستخدم المنتج بتاعهم. فبالنسبه للنقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها، هي حابب يدي زي نوع من التوثيق ان انت تستخدم خدمه لجهه معينه او لشركه معينه، وبالدليل انا بقول لك انها دي موثقه زيها زي الفيسبوك والسوشيال وبقيه السوشيال ميديا. ففي توثيق بيبقى باين عليه علامه زي العلامات اللي بتبقى موجوده في السوشيال ميديا، وفي توثيق للمستخدم العادي بقى اللي هو زي اي شخص عادي عايز يبقى عنده اكتر من وسيله في حاله فقد الواتساب اقدر استرجع بيها. كلنا عندنا بقوه اللي انت معاك الرقم، فبتحط الرقم وبيجي لك كود هلاقيه اس ام اس، وتبدا في خطوات لو انت بتنقل من جهاز لجهاز او حصل لك اي مشكله. لا بقى في شويه مميزات جديده ان انت كمان بقيت بتربط ايميلك على رقم الواتساب ده، بحيث ان لما يحصل مشكله من المشكلات اللي كنت بقولها من شويه، يا اما بتسترجعها من خلال رقم التليفون او بتسترجعها من خلال الايميل. فهو كده بدا ينوع من طرق استرجاع الارقام بتاعتك او الرسائل او الدردشه لما تنقل او لما يتسرق الموبايل او اي حاجه من الاسباب دي. دي مش من دي الميزه الحاليه. في مميزات كتير، في كلنا بدانا يجي لنا رسائل كده لما بتيجي تتكلم مع اي حد على البرنامج، بيقول لك ان رسائل مشفره وان لان فريق الاعداد لشركه الواتساب او شركه ميتا ما بيقراش الرساله، والرساله انت بس والشخص اللي بعتها هما بس اللي بيطلعوا على الرساله. ده نوع من انواع الامان، وهو فعلا بيبقى قايم على تقنيه ان فعلا الموظفين اللي جوه الشركه ما بيعرفوش يقروا الرسائل اللي بتتم ما بين كل المستخدمين على مستوى العالم. بعد كده بدات ينزلوا نظريه ان بقى في امكانيه للدردشه على مستوى الجروب، بتبقاش كتابة بس دردشة. لو فوق ال 32 ممكن تبقى دردشة صوتية، لو الجروب أقل من 32 فممكن تبقى دردشة من خلال الفيديوز. ده هو هنا يعني في محاولة برضه للحفاظ بالمستخدم، حيث هو بيقدم له مزيد من الخدمات اللي بيخليه يفضل مستمر على التطبيق عامة. قبل ما اكمل بقيه النقط المميزه، في نقط كتير، في مميزات كتير احنا مش بنحس بيها، لان هو بيبقى عنده مرتب الدول بترتيبات معينه، في دول شايفها تنزل لها مميزات قد يكون احنا ما سمعناش عنها خالص، ولكن لو اي حد دخل على الموقع الرسمي واتفرج على المميزات هيلاقي كل ميزه بيقول لك هذه الميزه موجوده في بلد 2 3 4 معينين، وبقيه الدول مش موجود فيها الميزه ديت، او في ميزه دي جلوبال على مستوى كل العالم. باقي الاوبشنز الجديده المميزات اللي موجوده، حته ان بقى في حاجه اسمها لوك للدردشه، او لو انت حاسس ان الموبايل بتاعك ده لو حصل اي وسيله وبقى اقدر يفتح الموبايل، فممكن اعمل لوك. اللوك دوت ما يفتحش الدردشه مع شخص معين الا يا بصمه صبعي او وسائل الحمايه بتاعت فك اللوك، سواء الوجه او الصبع او حتى كود معين انت بتحطه. طيب باشمهندس اسلام، الحقيقه في يعني في اوبشنز كتير جدا او في خواص كتير جدا بقت موجوده لتطبيق واتساب، لكن فكره توثيق الواتساب دي جديده علينا شويه، خاصة انه يعني فكرة حتى انه ربطه بالايميل، اعتقد انه ربطه برقم التليفون ممكن يكون امن، لانه الايميل ممكن يكون ليه اكسس او انه في اكتر من مكان ممكن نقدر نتشاك او نشوف بيه الايميل. ولكن سؤال حضرتك يا فندم، ايه هي شروط توثيق الواتساب؟ يعني كل موقع من مواقع التواصل الاجتماعي ليه شروط لتوثيق الحساب، ايه شروط توثيق الواتساب؟ هو بيبقى
عدد يعني طبعا في الاول في الاخر هو التوثيق ده مش مجاني. في بيمنت او في مدفوعات بتبقى قريبه من المدفوعات اللي حاططها على مستوى الفيسبوك. طبعا هو الرقم حتى هذه اللحظه يعني مش واضح بالظبط، بس هو تقريبا ما بين ال 10 دولار ل 12 دولار في الشهر. وساعات بيبقى برضه بيبقى نازل بفكره الباكج الكامله اللي هي وثقك الحساب على الفيسبوك وعلى انستجرام وعلى الواتساب بمبلغ مثلا 30 دولار في الشهر ولا حاجه. مفيش اي شروط غير ان انت بس هو عايز يتاكد ان الرقم ده بتاعك، فهيبعت لك بالوسائل التواصل اللي ذكرناها من شويه ايا كان الرقم او الايميل، وبيبعت لك الكود، وبعد كده بيطلب منك لو انت شخص عادي بيبقى بيطلب منك اي دي بيحمل الاسم بتاعك اللي انت حاطه، وبعد كده خلال 48 ساعه بيتم الفحص، وبعد كده بيقول لك ان خلاص تمت عمليه الاوثنتيكيشن وبقت الاكونت بتاعك بقى موثق زيه مع التوثيق ده مع ربطه بتوثيق حساباتك الاخرى. جميل. اللي على بقيه المنصه من فيسبوك ومن انستغرام. طيب عايز اسال حضرتك يعني كخبير في تكنولوجيا المعلومات، التطبيقات او الخواص الجديده في تطبيق واتساب لأي مدى ده ممكن يؤمن الخصوصية أكتر؟ لأنه دايما سؤال الخصوصية ده وانتهاكها من قبل بعض الهاكرز اللي بيشتغلوا على مواقع التواصل الاجتماعي، إزاي التطبيقات والخواص الجديدة دي تخلي حسابي على الواتساب حساب آمن يعني غير قابل للاختراق؟ هو احنا طبعا كلنا متفقين ان مفيش نسبة امان 100% في اي برنامج على مستوى العالم. صحيح. ولكن نسبة الامان دي تقترب ل 99% ولفترة زمنية معينة، يعني لو مفيش تحديث ممكن النسبة تبدأ تقل. التوثيق ده بيبقى له غرض، انا بوثق علشان الناس اللي بتتواصل معاك تتأكد ان انت مثلا اسلام او علي او احمد، انك انت نفس الشخص اللي بيستخدم الرقم ده على الواتساب. والتوثيق برضو من الناحيه الثانيه بيميز ان من ضمن الامان اللي فيه ان انت لو فتحت او لو حصل لك حاجه لموبايلك ورحت فتحت من الموبايل تاني، فالتوثيق بيروح لغايه ما يرجعوا يتواصلوا معاك تاني مره تانيه وتقول لهم انا نقلت من الموبايل الاولاني رحت فتحت الموبايل تاني او غيرت الموبايل من ده لده. ده بيدي ممكن يكون على مستوى الاشخاص مش هيبقى قوي شويه اكتر من على مستوى الهيئات او صحيح. المنظمات او الشركات اللي بتبقى حابه كمان يبقى في تاكيد ان انت بتكلم الشركه ذات نفسها اللي انت عايز تتوصل اليها، او للشركات اللي بتركب الخدمات الجديده زي خدمه البوت اللي هو بيبقى مجموعه من الاسئله والاجابات محطوطه بطريقه تفاعليه مع المستخدم اللي بيكلمك خلال الواتساب، بتقول رد عليه بحيث ان العميل بتاعه بيقدر يحصل على المعلومه في غير اوقات بقى البيزنس دي او اوقات العمل، بيتواصل مع البوت دوت وبيرد عليه بطريقه تفاعليه ويديله المعلومه في اي وقت في خلال 24 ساعه. فدي كلها بتدي مميزات اضافيه بتحسس ان في انتر اكتف او في تفاعل اعلى من التفاعلات اللي بالوضع الماضي. ولكن زي ما قلت لحضرتك برضو في مميزات كتير جدا في عند مثلا عن طريق السيرش جوه الواتساب، يمكن احنا في مصر مش موجود عندنا، ولكن لو اي حد دور هيلاقي ان في البرازيل وفي المملكه المتحده الخدمه دي متاحه ومفتوحه. وفي خدمات ثانيه مفتوحه في دول ثانيه وبرضه مش مفتوحه في بعض الدول الاخرى. فهو كل ما في الموضوع ان انا بس الصفحه بتاعت الواتساب او اي صفحه لاي تطبيق بيبقى فيها التحديثات اللي بيقول لك احنا بنعمل كذا وخلينا كذا. لازم احنا نقرا علشان بس ممكن تنزل ميزه لو ما خدناش بالنا منها الميزه دي تبقى ضد المستخدم مش مع المستخدم لو هو ما عندوش المعلومات الكامله عنه. طب باشمهندس اسلام، ليه في بعض الخصائص او المزايا بتبقى موجوده في دول مش موجوده في غيرها؟ ده بيبقى ترتيب بقى في اولويه الشركه. انها ممكن تكون شايفه ان الشعب طبيعه الشعب اللي هناك بيحب يستخدم الواتساب بطريقه كبيره جدا، وشايف ان هو ممكن يدعمها بميزه مميزات يستفيد منها الشعب ده، او التحليل الثاني ان هو بيبدا يحط الخدمه دي في مجموعه دول ثم مجموعه ثم يعني بيقسم دول العالم للمجموعات ويبدا ينزلها خطوه بخطوه مجموعه مجموعه لغايه على فتره زمنيه يكون نزلها في كل دول العالم. وغالبا التحليل الثاني ده بيبقى ادق، لان لو ناخد بالنا عمليه التوثيق لا
للفيسبوك اللي كانت اللي بقت مش مجانيه، ما اعلنوا عنها في ابريل السابق او ما قبل السابق، ولكن الخدمه نزلت في مصر في شهر 7 زي دلوقتي بس العام اللي فات. فده كان حتى كان بيقولوا دايما ان احنا ما بنقدرش ننزل خدمه جديده على كل الدول مره واحده، ولكن بنعمل لهم كلاسيفيكيشن او تجزئه ونبدا ننزل مجموعه مجموعه. نشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا المهندس اسلام غانم خبير تكنولوجيا المعلومات، كل سنه وحضرتك طيب. لسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا النهارده في صباح الخير يا مصر، وتاني ايام عيد الاضحى المبارك. نروح لفاصل سريع ونرجع لكم مره تانية. طبعا مع حضراتكم مشاهد من اول ايام التشريق التي تستمر لمده 3 ايام، كل سنه وحضراتكم بالف خير، ولسه فقراتنا مستمره معاكم في صباح الخير يا مصر. طبعا احنا بنتكلم في ايام العيد، في بعد الدبح في فسح وفي خروجات وفي استمتاع، يومين اجازه بنحاول ان احنا نستغلهم على قد ما نقدر عشان نرفع عن نفسنا، بس في نفس الوقت يومين العيد اللي فاضلين اللي جايين في موجه حر شديده شويه، موجه ممكن تسبب لنا مشاكل صحيه مفاجئه اثناء فسحتنا وخروجتنا، وهنا بيجي دور الاسعافات الاوليه. طبعا الاسعافات الاوليه ازاي اتعامل مع الموجه الحاره دي، وكمان ازاي اتعامل مع اول ايام العيد امبارح مع ذبح الاضاحي، ممكن يحصل اصابات او جروح يصاب بيها من يقوم بذبح الاضحيه. ودي يعني عنوان اساسي النهارده في الفقره اللي معانا في صباح الخير يا مصر، ازاي اتعامل بشكل سريع وفوري واعمل اسعافات اوليه مع الاصابات والجروح نتيجه ذبح الاضاحي. هنعرف اكتر تفاصيل مع ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا في استوديو صباح الخير يا مصر، دكتور محمد عبد العزيز المدرب الدولي المعتمد في الاسعافات الاوليه. وكل سنه وحضرتك طيب يا دكتور، منورنا. ده نور حضرتك في البدايه، كل سنه والامه العربيه والاسلاميه بخير بمناسبه عيد الاضحى. فيما يخص جزئية الإصابات اللي ممكن تحصل نتيجة مثلا ذبح الأضحية، فإحنا عندنا أنواع الجروح المفتوحة الشهيرة هم 4 أنواع. في نوع الأولاني ده مش خطير خالص، مش محتاج إن الشخص يروح بالمستشفى، ولكن في 3 أنواع تانيين هم اللي خطرين ومحتاجين إن إحنا نعمل حاجات الأول قبل ما نروح المستشفى. نبدأ ناخدهم واحدة واحدة من الأقل خطورة للأكثر خطورة. أول حاجة عندنا مثلا الخدشات أو السحاجات، ده بكل بساطة إن الشخص مثلا في حاجة حكت فيه فبدأ ينزف نتيجة تمزق بعض الشعيرات الدموية الصغيرة، ده بكل بساطة هنغسل مكان الجرح بمية وصابون أو هنبدأ نطهرها بتدين وهنلفها بشاش، وهي مش محتاجة إن احنا نروح خالص لدكتور أو إن احنا نروح الإسعافات. والدم بيقف على طول هو كده كده أصلا الجرح طالما مش عميق وسطحي فمش محتاجين أي تدخل طبي. تاني حاجة بقى الخطيرة والشائعة خاصة في فترة الأضحية، إن مثلا حد بالسكينة أو أي أداة حادة قطع جزء من أجزاء الجلد بالطبقات بتاعته وبدأ يحصل نزيف شديد. هفترض مثلا إن أنا اللي موجود، أنا لازم قبل ما أفكر إن أنا أسعف الشخص اللي اتصاب أفكر في نفسي أنا الأول، ما أنا ممكن أكون الشخص الوحيد، فلازم قبل ما أعمل أي إجراء أكون مأمن نفسي كويس، ما ينفعش إن أنا أروح ألمس دم بإيدي على طول دايركت. باي بشكل بسيط جدا نلبس اي جلافزات، في جلافزات البلاستيك موجوده في اي بيت مصري او حتى اي كيس، المهم ان انا ما اعملش ايه المس الدم بشكل اساسي. بعد كده هجيب اي شاش او قماش نظيف وهبدا اضغط مكان الجرح بشكل كويس، واثناء الضغط على مكان الجرح ممكن اطلب من الشخص ان هو يرفع ايده مثلا لو هي فيها جرح فوق مستوى القلب، لان ده هيقلل من تدفق الدم من القلب للجزء المصاب فيبدا يهدي من النزيف. فكرة ان انا احط بن، احط كريم، احط الحاجات دي كلها حاجات خاطئة وهتبدأ تلوث مكان الجرح، وانا مش عايز الجرح يبقى ملوث لما اطلع بيه على الاسعافات الاولية. في برضو حاجة تانية شهيرة خاطئة، ان انا مثلا لو حطيت شاش او قماشة واتملت دم، فكرة ان انا اشيلها واروح اجيب قماشة تانية احطها ده شيء خاطئ. ليه؟ لان بكل بساطة الجسم في الفترة اللي فاتت بدأ يعمل شوية عامل تجلط ويكون حاجات توقف النزيف ده، فلما انا اجي اشيل القماشه الاولى بالتالي هكون كسرت كل اللي الجسم بناه والجسم هيبدا يشتغل من اول وجديد فهياخد فتره اطول. وبالتالي انا لو حاطط قماشه اتملت دم الحاجه الاصح لحد ما اروح المستشفى بالزبط. الموضوع يستدعي ان انا اروح مستشفى، افضل القماشه دي موجوده على الجرح لحد ما اروح ابتدي بقى اشوف بالظبط عشان ما ينزفش طبعا اثناء الفتره من مكان الحادث للطوارئ. احط القماشه اتملت دم بحط قماشه ثانيه وببدا الفه بشاش، والشخص ممكن يرفع ايده او لو هو مثلا رجله بيرفع رجله بحيث ان هو يقلل من تدفق الدم ويروح المستشفى وبيتعاملوا معاه وبيبداوا يخيطوا الجرح. في نوع ثالث عندنا مثلا الجروح الوخزيه، بمعنى ايه؟ ان مثلا في اداه حاده دخلت وغرزت جوه الجسم. اللي فاتت الجروح القطعيه هي حاجه اتقطعت بس خلاص، يعني مثلا السكينه في ايدي اهو والجرح هنا، لا النوع الثالث السكينه جوه من الاداه جوه بالظبط، في حاجه غرزه جوه الانسجه بتاعت الجسم.
طبعا غلط جدا 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 ان انا اسحب الاداه دي بنفسي وانا في الشارع او انا في مكان الحادث، ده شيء خاطئ. ليه؟ لان ممكن الاداه يكون شكلها اتغير بعد ما دخلت جوه التانت ولا حاجه، فانا ممكن وانا بشيل اقطع اورده، اقطع شرايين، اقطع اعصاب، فالموضوع بس تبقى مؤلمه قوي اعتقد انها تفضل يعني. لا، الافضل والاصح كاسعافات اوليه هجيب شاش وهلفه حوالين الاداه الحاده وهلفه بعد كده بحيث ان انا اثبت الاداه الحاده. في حالات كتيره جدا لما بتجيلنا في الطوارئ طالما الاداه الحاده ما اتحركتش من مكانها من ساعه دخولها ممكن نسحبها احنا بطريقه معينه نمنع حدوث اي مضاعفات والشخص بيرجع بشكل طبيعي. في حالات انا شفتها كانت الاداه الحاده في الرقبه في الدماغ وكل ده اتشال بشكل طبيعي ومفيش اي حاجه حصلت، بس المهم ان الشخص ما يحركش الاداه الحاده او يحاول ان هو يشيلها لان ده يسبب نزيف مبالغ فيه. اخر نوع معانا من الجروح، مثلا الجروح اللي ممكن حاجه فيها تتنزع او تتقطع. فرضا الشخص بالغلط وهو بيقطع عقله مثلا اتقطعت لقدر الله، صباع اتقطع لقدر الله، لازم اهتم الاول بالشخص لان احنا مثلا كبشر عندنا في معدل 5 لتر دم في جسمنا وبيكون عندنا مثلا حوالي نص لتر دم احتياط في البنكرياس، ولو حصل نزيف اكتر من 2 لتر دم خرج من الجسم ده ممكن يسبب صدمه والشخص يخش في غيبوبه. فلازم اهتم الاول ان انا اوقف النزيف، بعد كده ابدا اشوف فكره الجزء اللي اتقطع او حصل له مثلا نزع من الاداه الحاده. فالبدايه دايما ان انا هوقف النزيف بنفس الحاجات اللي قلناها، البس حاجه في ايدي، اضغط على مكان الجرح، الف مكان الجرح بشكل كويس. طب انا مثلا الصباع اللي اتقطع او كف الايد اللي اتقطع الى اخره، لو عايز احافظ على حيويته بحيث ان انا لما اروح الطوارئ او لدكاتره التجميل يقدروا ان هم يخيطوه تاني. رقم واحد، هضطر ان انا اجيب حاجات من الصيدليه، مش هينفع للاسف بقى حاجات البيت، هجيب شاش عادي خالص ومحلول ملح. بكل بساطه الشاش ده هبدا انقط عليه شويه محلول ملح وهلف فيه مثلا الصباع المقطوع، بعد كده هجيب كيس بلاستيك فاضي عادي واحط جواه الصباع وهو ملفوف بالشاش ده وهقفل الكيس، هجيب كيس تاني كبير واحط فيه شويه تلج واحط جواه الكيس الصغير. يبقى انا دلوقتي رايح الطوارئ لافف مكان الجرح وموقف النزيف باكتر طريقه ممكنه انا قدرت اعملها، بالاضافه الى ان الصباع ملفوف بشاش متنقط شويه محلول ملح وموجود جوه كيس، والكيس ده موجود جوه كيس اكبر جواه تلج. ساعتها الدكاتره هناك هيقيموا حاله العضو المبتور وهيبداوا يقيموا حاله المريض، ولو فعلا في قدره ان احنا نعيد تاني خياطه الجزء المقطوع في المكان بتاعه والشخص يقدر يحرك صباعه مثلا او ايده اللي اتقطعت هنبدا نعمل كده بالفعل، ولكن دي الحاجات الصح عشان نحافظ على حيويه العضو وننقذ الشخص لحد ما يوصل للاسعافات. يعني كلها حالات صعبه جدا يا دكتور الحقيقه، بس ربنا يسلم الجميع. طيب ده في حاله الاصابات اللي ليها علاقه بالجروح وان كانت بقى القطعيه او الوخزيه زي ما حضرتك قلت، لكن احيانا برضو من ضمن الحوادث اللي بتحصل اثناء التضحيه فكره الخبطات، يعني انه الحيوان نفسه ممكن يسبب مثلا يخبط الجزار او بيخبط شخص واقف جنبه، ده بيتم التصرف معاه ازاي؟ في البدايه انا ببدا اخاف لو في مثلا نزيف داخلي. فلو في البدايه خالص لو في مثلا اي خبطه او كدمه الافضل ان انا احط عليها تلج بحيث ان هو بيوسع الاوعيه الدمويه فيبدا يزود من تدفق الدم للمنطقه المصابه فيبدا الشخص يتعافى بشكل اسرع. طبعا لو في مثلا لو الخبطه كانت بسيطه فمش محتاج ان هو يروح المستشفى، اكتفي بالكمادات البارده، لكن لو الخبطه كانت قويه او عنيفه فلا، الافضل ان الشخص يروح للاسعافات بس ان احنا بنعمل عنده شويه فحوصات نطمن على الاعضاء الداخليه ان لا قدر الله مفيش فيها اي نزيف او في اي حاجه اتصابت. طب اللي بيذبح الاضحيه والناس اللي حوالين من بيذبحوا الاضحيه نفسها، هنا اهميه الوعي بالاسعافات الاوليه، لان احنا للاسف الشديد في بعض الاحيان بنتدخل في الوقت الغلط او بنتدخل بشكل خاطئ ممكن يسبب مشكله اكبر. لو في مثلا جرح معين قطعي او وخزي او في حتى رفصه من الاضحيه للرجل اللي بيقوم بالذبح، فدي ممكن تعمل مشكله كبيره. ايه اهم الارشادات برايك يعني اللي ممكن نقولها لو حصل حاجه اتعامل ازاي في من يحيط بهذه الاضحيه؟ طيب اهم حاجه طبعا قاعده اساسيه بنقولها في الاسعافات الاوليه، لو انت ما تعرفش ما تتدخلش. ممكن انا تدخلي عن جهل مثلا او حتى على رغبه ان انا اساعد الشخص ده اضره بدل ما افيده. فبكل بساطه لازم كلنا نكون حافظين رقم الاسعافات الاوليه، هو سهل عندنا في مصر 1 2 3.
انا لو بالظبط لو انا اتحطيت في موقف ومش عارف اعمل ايه وعايز اساعد الشخص ده بسرعه بكلم الاسعافات وبقول لهم مثلا انا معايا فلان الفلاني حصل وضع 1 2 3 ومثلا دلوقتي بعد الحادثه والرقم 1 2 3 بالظبط هم هيقولوا لك مثلا لو الحاله مستدعيه اعمل الخطوات بالترتيب لحد ما احنا نوصل ونسعف الشخص ده. بيقول لك تعمل ايه كمان بالظبط فالموضوع هيكون مفيد جدا ان احنا نكلم حد مختص او مثلا لو في حد عارف الاسعافات الاوليه لان طبعا في برضو فكر خاطئ ان الاسعافات الاوليه دي حكر على الكوادر الطبيه ده شيء خاطئ جدا. الاسعافات الاوليه دي الحاجات اللي لازم كلنا كمجتمع نكون على درايه بيها عشان نسعف الشخص لحد ما يوصل للمستشفى بعد كده بقى المختصين يعني الاسعافات الاوليه الحقيقه دكتور ممكن بالفعل يعني تنقذ حياه انسان يعني في بعض المواقف بجد يا اما بتنقذ حياه انسان يا اما بتسبب كارثه الحقيقه بالظبط. طيب دكتور بعيدا عن الذبح واول يوم العيد احنا بقى خلاص بقى خروجات العيد والجو حر جدا درجه الحراره عاليه جدا الناس اللي بتنزل في الشمس حقيقي يعني الموضوع بجد بيبقى صعب بشكل كبير وبقينا بنسمع مصطلح الاجهاد الحراري وبقينا كنا بنسمع ضربه الشمس حافظينها ففي اجهاد حراري كمان فعايزين نعرف من حضرتك اولا الفرق بينهم وازاي نقدر نتعامل لو شخص ان كان اصيب بضربه شمس او حتى باجهاد حراري. طيب في البدايه كده لازم نعرف ان احنا عندنا منظم لدرجه حراره الجسم موجود في الدماغ تحت المخ ده بالظبط عامل زي الترموستات بتاع الثلاجه يعني مثلا احنا في الثلاجه بظبطها على درجه حراره معينه عشان تبرد بدرجه حراره معينه الاكل اللي موجود جوه. انا برضو الجسم بتاعي يعني ربنا خلقهن متظبط النورمال بتاعه ما بين 36.5 و37.2 احنا لما نيجي نقيس درجه الحراره 37 ده انت كده كويس. بما ان منظم درجه حراره الجسم سليم وانا بدا يحصل عندي شويه اعراض فده اجهاد حراري ده مش حاله طارئه مش محتاج ان انا اروح للطوارئ. لكن لو المنظم بتاع درجه الحراره بدا يبوظ فده معناه انها ضربه شمس او صدمه حراريه. طب ايه الفرق ما بينهم؟ بكل بساطه في البدايه احنا واقفين في مكان حر الجسم هيبدا يعرق بشكل غزير. هل العرق في حد ذاته حاجه سيئه؟ لا بالعكس ده حاجه كويسه جدا 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 ومن وسائل التبريد بتاعه الجسم. انا بتعرض لحاجه حاره بس زي ما قلنا احنا الثيرموستات مظبوط ايه ان احنا نبقى 37 فابدا اعرق بما اننا في مكان حر. بس المشكله في العرق الغزير ان انا هبدا افقد سوائل واملاح معدنيه مهمه جدا جوه الجسم زي البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم فده اللي هيعمل لي اعراض. طب الاجهاد الحراري انا عندي منظم الحراره سليم يعني انا هبدا اعرق عشان اعوض فرق الحراره الشديد الخارجي. طب ازاي اتعامل معاه؟ هبدا احس في الاول بشويه اجهاد بشكل عام كده ممكن شويه تقلصات عضليه حاسس نفسي تعبان وده كلنا ممكن نتعرض له لما نكون شغالين مثلا والصبح احنا اتعرضنا لفترات طويله من الشمس ورجعنا البيت مش قادر اعمل اي حاجه. بكل بساطه لازم نعوض الحاجات اللي تم فقدانها. انا فقدت سوائل يبقى لازم اشرب سوائل بكميات كبيره. فقدت معادن اشرب مثلا عصاير فريش اشرب حليب ابدا اشرب حاجات ترجعلي بالظبط اكل فواكه خضروات الحاجات دي هترجع لي تاني المعادن اللي انا فقدتها. ممكن برضو بعض الكمادات البارده في الدماغ تحت الابطين ما بين الفخذين كل دي بتساعد على تهدئة الجسم. ممكن اخد شاور بارد وابدا اقعد مثلا في مكان التهويه بتاعته كويسه ما افضلش بقى في مكان خارجي او التهويه بتاعته وحشه ده كله هيساعدني ان انا اتخلص من الاجهاد الحراري. زي ما قلنا الاجهاد الحراري ما فيش مشكله في المنظم الحمد لله سليم وشغال بس انا عرقت كتير. طب احنا بنخاف من ايه اكتر؟ بنخاف من الصدمه الحراريه او ما يسمى ضربه الشمس. دلوقتي الشخص ده كان واقف لفتره طويله تحديدا ما بين يعني مثلا 10 11 الظهر ل 2 3 العصر دي اكتر فتره بيبقى فيها اشعه الشمس قويه جدا. اشعه الشمس بتكون عموديه فقويه جدا جدا جدا. لو الشخص فضل واقف لفترات طويله قوي ده ممكن يبوظ السيتنجز اللي موجوده للترموستات بتاع الجسم. فبدل ما هو كان متظبط ان النورمال مثلا من 37 ل 36.5 لا يبدا يتظبط ان الطبيعي ان هو يبقى 40 فالجسم يبدا يبعت اشارات خاطئه لكل الاعضاء بتاعته انه يا جماعه احنا الطبيعي بتاعنا 40 درجه مئويه. فبدل ما انت كنت بتعرق بشكل غزير عشان تبرد الجسم العرق هيتوقف وخلاص ما هو بالنسبه له ده الطبيعي. مثلا الوسائل التبريد التانية هتبدا تتوقف الشخص هيبدا يعني ان جلده هيبدا يبقى جاف بشكل شديد جدا هيبدا نحس باحمرار عليه ممكن يحس كمان بدوخه ويحصل له اغماء بالظبط احنا بقى بنخاف من كده. طب هفترض حالتين الحاله الاولى الشخص لسه واعي الحاله الثانيه الشخص مغمى عليه. في كلتا الحالتين احنا لازم نكلم الاسعاف بس في حاجات ممكن اعملها في البدايه اساعد الشخص ان هو يحسن من حالته قبل ما يروح الطوارئ.
في البداية لو الشخص واعي برضو أشربه سوائل كتير. دي طبعا أبعده عن مصدر الشمس مباشرة بالزبط. يعني أروح لمكان فيه ظل أو مكان بعيد بالزبط. تماما عن الشمس. ننقل المصاب الأول من أي مكان فيه حرارة لمكان مثلا فيه ظل أو مثلا مكان يكون فيه التهوية كويسة، يعني مثلا سواء المروحة أو تكييف إلى آخره. ممكن برضو نبدأ نرش شوية مية باردة على أعضاء الجسم بتاعت الشخص بحيث ان هو يبدا يسترد الحراره بتاعته او يفقد الحراره الزايده اللي موجوده فيه. ممكن حتى ياخد دش بارد او ينام مثلا في بانيو مليانه ميه بارده، وده كله هيساعد. اكتر حاجه احنا عارفينها دايما لما حد يبقى عنده او يصاب بضربه شمس على طول اوديه ادخله في ميه بارده جدا او ميه ساقعه جدا. بالظبط. ده تصرف سليم؟ ده تصرف سليم. وحتى بعد ما يخرج من الميه البارده لازم يقعد مثلا في مكان مكيف هواء او سواء هواء تكييف او مروحه. في ناس ممكن تقول طب هو ممكن يجي له برد، وحتى لو جاله برد انا دلوقتي انا بشوف الحاجه الخطيره. صحيح. اللي ممكن تسبب مثلا لا قدر الله الوفاه، لازم اعالجها. البرد موضوعه سهل بعد كده. طب ده لو هو واعي. لو هو مش واعي لا، لازم على طول اتصل بالاسعافات 1 2 3، ابدا انقل الشخص بعد الاغماء لمكان سليم عشان مثلا لو هو وقع في الشارع لا قدر الله او في مكان شغل، وابدا استنى الاسعاف تيجي. ممكن الفتره دي اخفف الملابس اللي عليه، لو هو لابس جاكيت او لابس حاجه تقيله ممكن اخففها بحيث ان هو يبدا يفقد شويه من حراره الجسم اللي متخزنه. برده ممكن كمادات موجوده في الصيدليات بشكل طبيعي، بنشتري حاجه كده كمادات بتبقى موجود فيها شويه تبريد، نحطها برده في الاماكن اللي ممكن تطلع لنا الحراره، سواء تحت الابطين ما بين الفخذين او على الجبهه. وبرده بنبدا نحمي الشخص من الحاجات المحيطه بيه لحد وصول الاسعاف، وان هم يتخذوا الاجراءات اللازمه لما يروح المستشفى. بقى هيبقى احسن لان هم يبداوا يعلقوا له محاليل تعوض له الفقدان، وبرده يشوفوا له ايه المعادن او الاملاح اللي هو فقدها. وبنفضل نعمل الحاجات دي لحد ما تاني السيرموستات بتاع الجسم او منظم درجه الحراره يعني دكتور يعني في وقت يعني او في مده زمنيه لازم ان كان الشخص المصاب او اللي موجودين حواليه يتصرفوا فيها؟ هو طبعا الاحسن كل ما كنت بتصرف اسرع كل ما كان احسن، ولكن الدراسات بتقول ان الغيبوبه اللي هتحصل نتيجه صدمه حراريه او ضربه الشمس فهي مثلا مش هتكون خطيره قوي الا بعد مرور يوم. فالحمد لله يعني في فتره عندنا فتره كويسه ان احنا نلحق فيها الشخص يعني، ونوديه نكلم الاسعاف ويوصل وياخده ويتعامل معاه بشكل صحيح. طيب برضو هرجع تاني للاجهاد الحراري. في ناس بتقول انه هي وقفت في الشمس مثلا فتره طويله حست شويه باجهاد بس مش لدرجه ان هي حست بالاعراض يعني في وقتها، بالعكس حست باعراض بعدها بفتره. فخلينا نتكلم مع حضرتك في النقطه دي، لكن هنروح لموجز التساعه سريعا ونرجع نكمل كلامنا مع الدكتور. نروح لموجز التساعه مع دينا شرف. اتفضلي يا دينا. شكرا لك جموانا. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يقضي حجاج بيت الله الحرام اعتبارا من اليوم في مشعر منى أيام التشريق 3 لرمي الجمرات 3، مبتدئين بجمرة العقبة الصغرى ثم الوسطى فالكبرى، ويمكن للمتعجلين من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، إذ يتوجهون بعدها إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في لقاء أخوي بمشعر منى. وكان الرئيس السيسي قد وجه في تدوينة له على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي جزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وذلك على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال شنت غارة على حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين، كما استشهد عدد من الأشخاص إثر قصف للاحتلال استهدف مدرسة تأوي نازحين في بيت حانون شمال القطاع. وجنوبا قصفت مدفعية الاحتلال منطقتي تل السلطان والحي السعودي غرب مدينة رفح الفلسطينية.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين في معارك جنوب قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلى إلى 13 قتيلا خلال اليومين الماضيين. بذلك ترتفع حصيلة الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى منذ 7 من أكتوبر الماضي إلى 662 قتيلا. ومن جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالانت إن الأثمان التي يتكبدها الجيش في صفوف القتلى والجرحى بجنوب قطاع غزة باهظة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته تبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب في غزة وتحرير المحتجزين وتقديم الإغاثة الإنسانية والعمل من أجل التوصل إلى حل دولتين في المستقبل. ومن جانبه أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك ساليفان أن واشنطن تسعى لضمان وصول المساعدات بعيدا عن تأثير العمليات العسكرية. وأوضح ساليفان أن واشنطن حققت تقدما كبيرا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى أن بايدن يريد أن يرى وقفا للأعمال القتالية في غزة ورؤية المحتجزين يعودون إلى ديارهم. قال مسؤول بالبيت الأبيض إن مستشارا كبيرا لبايدن سيتوجه إلى إسرائيل اليوم لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين هناك لتجنب المزيد من التصعيد بين إسرائيل ولبنان. وأضاف المسؤول أن مستشار بايدن سيعمل على تعزيز الجهود لتجنب زيادة التصعيد على طول الخط الأزرق بين البلدين، حيث أدت الهجمات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني إلى زيادة المخاوف من اندلاع حرب واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط. طالب البيان الختامي لقمة سويسرا بشأن السلام في أوكرانيا بالتوصل إلى السلام من خلال المشاركة والحوار بين جميع الأطراف. وأكد البيان الختامي أن أي تهديد أو استخدام للأسلحة النووية في الحرب غير مقبول، مطالبا بضرورة منح أوكرانيا السيطرة الكاملة أو السيادية الكاملة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية. كما شدد البيان على أن الحرب الروسية الأوكرانية تخلق مخاطر وأزمات ذات تداعيات عالمية. أعلنت السلطات الأمريكية إجلاء 1200 شخص جراء حرق غابات في شمال غربي لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن الحرائق أتت على أكثر من 12 ألف فدان، فيما يكافح نحو 400 رجل إطفاء مزودين ب70 شاحنة إطفاء وجرفتين الحرائق التي لم يتم احتواؤها سواء بنسبة 2% وفقا لإدارة الإطفاء في كاليفورنيا. انتهاء موجز التاسعة، وعودة مرة أخرى لجمانة ومحمد لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا مشاهدينا، لسه مكملين مع حضراتكم في هذه الفقرة والإسعافات الأولية المفروض أن احنا نكون على دراية بيها عشان نتعامل إن كان في لحظات الدبح أو حتى في التعامل مع درجات الحرارة العالية، مع الدكتور محمد عبد العزيز مدرب دولي معتمد في الإسعافات الأولية. دكتور رجعنا حضرتك مرة تانية، ويمكن قبل الموجز كنت بسأل حضرتك على فكرة الإجهاد الحراري، وفي ناس كانت بتتكلم على فكرة إنه إحنا بالفعل تعرضنا لدرجات حرارة عالية ودرجة وللشمس لمدة كبيرة، لكن حسنا بالأعراض خلال بقية اليوم. هل ده بالفعل ليه علاقة بالإجهاد الحراري؟ في ناس حست درجة حرارتها ارتفعت جدا فجأة خلال بقية اليوم مش في نفس اللحظة. هو ممكن فعلا يكون إجهاد حراري كأحد الصور بتاعته، لأن هو زي ما قلنا ممكن الواحد يحس بيه بعد ما يخلص الشغل مثلا، أو لو هو كان بره فترة ورجع. وعشان كده دي حاجة مهمة جدا ناخد بالنا منها ونعملها كلنا في حياتنا في الفترة الحالية لحد انتهاء موجات الحر الشديدة. دايما كل شخص فينا مثلا لو هو الشغل بتاعه في شمس يفضل ان هو يلبس طاقية بحيث ان هو يمنع التعرض لأشعة الشمس. يفضل لو انا ما فيش حاجه مهمه في الفتره الظهريه ما انزلش، لو هقدر ان انا اخد مواصلات من بدري بحيث ان انا ما امشيش كتير في الشمس ده الاحسن. ولازم ننبه على نقطه، لازم نشرب ميه وسوائل بكميات كبيره. ولو درجه الحراره حراره الجسم ارتفعت نفس التعامل اللي حضرتك قلته، كمادات وبرضه ميه ساقعه بالظبط، دش بارد ونقعد في مكان فيه تهويه كويسه الى اخره. واهم حاجه طبعا ان احنا نشرب سوائل كتير وعصاير فريش، لان بكل بساطه لو افترضنا ان انا درجه الحراره بتاعتي عماله تزيد وعمال اعرق كتير،
فانا لو عوضت السوائل اللي انا فقدتها والمعادن اول باول فخلاص مفيش مشكله. طب ايه درجه الحراره انا ممكن اقلق عندها؟ لو لقيت لو انا قست حرارتي ولقيت درجه الحراره ارتفعت عن كام ابتدي اقلق ولازم اروح مثلا مستشفى او اروح للدكتور؟ هو ممكن في حاجات تانية كتير اصلا تسبب ارتفاع درجه الحراره زي العدوى بشكل طبيعي، ممكن ترفعها مثلا درجه او درجه ونص فنلاقي درجه الحراره بقت 38 ونص. ولكن الاجهاد الحراري زي ما قلنا الجسم لسه قادر يواكب التغيرات وهتفضل درجه حراره الجسم ما زالت مش هتعدي 37.2، لكن الصدمه الحراريه او ضربه الشمس هنلاقي درجات الحراره ممكن تفوق ال 40 درجه مئويه، وساعتها فعلا الشخص يستوجب عليه ان احنا ننقله لاقرب مستشفى عشان يقوموا باللازم معاه. طيب عايزين نقف مع حضرتك شويه عند الصدمه الحراريه او ما يعرف بضربه الشمس. لو لا قدر الله الشخص ده اغمى عليه وانا موجود جنبه وفي حد يعني تعرض لاشعه الشمس بشكل مباشر مما ادى الى الاغماء، اتعامل معاه ازاي؟ ايه الاسعافات الاوليه؟ ايه اللي يخليني اقلق بسرعه؟ ايه الحاجه اللي ممكن تخليني اساعده عشان يفوق من الاغماء اللي هو فيه قبل نقله الى الطوارئ المستشفى؟ طيب دايما اول حاجه بنقولها افحص المكان، لان زي ما قلنا ممكن اكون انا الشخص الوحيد اللي يسعف الشخص اللي قدامي اللي مغمى عليه، فلازم اكون واخد بالي ان انا ما اتاذاش. مثلا لو هو واقع في الشارع مثلا وحواليه حاجات مضره او حواليه ازاز الى اخره، لا لازم الاول انقله لمكان سليم وانا اكون امن فيه. بعد كده ممكن ابدا اشوف النبض والتنفس، مش هنقول حاجات معقده ولكن بكل بساطه لو انا نزلت بخدي كده جنب بقه وحسيت ان فيه هواء بيطلع فده معناها ان النفس موجود. ممكن برضو اشوف النبض عنده بكل بساطه، لو انا حطيت صباعين هنا في النص عند تفاح القدم ونزلت وضغطت ضغطه شديده شويه هبدا احس النبض بتاعي. فهتاكد طالما في نبض ونفس سليم فانا كده هفضل مطمن عليه، وممكن افضل بس جنبه احميه من اي حاجه تانية لحد وصول الاسعافات، مع ان انا احاول ان انا اقلل الملابس اللي موجوده عليه عشان يبدا يفقد حراره اكتر. طب فرضا بقى الحاله الاسوا او السيناريو الاسوا ان ما فيش نبض او وكمان ما فيش تنفس، فساعتها هضطر ان انا اعمل السي بي ار او الانعاش القلب الرئوي، ان انا هبدا اضغط بقى في نص الصدر بحيث ان انا اساعد الشخص ان هو دي ليها طريقه معينه دكتور لانه احنا بنشوفها كتير لكن اكيد ليها تكنيك معين. بالظبط انا مبدئيا بضغط بالحته دي من كف الايد وبحط ايدي بالمنظر ده، ولازم كوعي يكون مفرود ما يكونش بضغط فين بالظبط يعني المكان بضغط بالظبط هنا في النص ما بين في العظمه بتاعه القص في النص كده ما بين القفص الصدري القفص الصدري، وابدا اضغط 30 ضغطه مع نفسين. طبعا لو ما فيش ماسك او ما فيش حاجه ممكن ما اعملش النفسين واكتفي بس بالضغطات لحد وصول الاسعاف، ده هيكون كافي جدا ان هو ينشر الدم لباقي اعضاء الجسم حتى لما الاسعافات تيجي. والاسعافات لما تيجي بقى بيكون معاهم وسائل حديثه اكتر واجهزه تانية هتساعد الشخص ان هو يستعيد وعيه بشكل صحيح. واتكلم على طول 1 2 3 عايزين نفكر الرقم ده لو في اي موقف تعرضنا ليه ومحتاجين لاسعافات اوليه 1 2 3 مباشره. هما بيقولوا تتعامل ازاي مع الحاله، وطبعا بيحصل انتقال الحاله دي الى الطوارئ او اقرب طوارئ في اي مستشفى. بالظبط عايزين نبقى على نقطه برضو في ناس بتخاف مثلا لو انا في جنب شخص مغمى فخاف اتصل يعتقدوا ان انا عملت حاجه. لا هو مفيش الموضوع ده خالص، هما بس بياخدوا البيانات عشان يتاكدوا ان فعلا الاتصال ده صادق وبيقوموا فعلا باللازم وبيوصلوا للمكان اللي فيه الحادثه عشان يتصرفوا بالشكل الصحيح. كل الشكر لحضرتك على كل المعلومات القيمه دكتور محمد عبد العزيز مدرب الاسعافات الاوليه الدولي المعتمد، بشكرك شكرا جزيلا وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك شكرا لحضرتك. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. بنصبح على حضراتكم مره تانية، دلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي طالب اتحاد الكره بالتواصل مع انديه الدوري الممتاز من اجل مشاركه لاعبي المنتخب الاولمبي في مباريات الدوري ده في الفتره اللي جايه، وده لان المنتخب مقبل على اولمبياد باريس اللي هتنطلق يوم 24 يوليو المقبل. فريق المقاولون العرب فاز على فريق طلائع الجيش بنتيجه 3-1 في المباراه اللي جمعتهم ضمن منافسات الجوله 26 من عمر الدوري المصري الممتاز، وبيحتل المقاولون العرب المركز 17 في ترتيب جدول الدوري برصيد 19 نقطه، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطه 33 في المركز العاشر. We'll be right back.
رابطة الأندية المصرية المحترفة صرفت مستحقات حكام الدوري الممتاز قبل أجازة عيد الأضحى، وتسلم الحكام مستحقات إدارة 9 جولات من بطولة الدوري الممتاز في الجولة أو حتى الجولات 25 من مسابقة الدوري. النادي الأهلي قرر تنظيم رحلات مجانية لنقل جماهيره إلى الأسكندرية لتشجيع الفريق في مباراة الاتحاد السكندري في الجولة 26 لبطولة الدوري المصري. وأكدت إدارة الأهلي ضرورة اصطحاب أي مشجع تذكرة المباراة والفان آي دي الخاصة به، وحظرت اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت. الثنائي محمد الجندي وملك إسماعيل لاعبي منتخب مصر في الخماسي الحديثة نجح في التتويج بالميدالية الفضية لبطولة العالم للخماسي ضمن منافسات التتابع المختلط، وتقام بطولة العالم حاليا في الصين في الفترة من 7 حتى 17 يونيو الجاري. لاعب الاسكواش المصري علي عزت لاعب نادي بلاك بول الرياضي فاز بالمركز الأول في بطولة إيطاليا المفتوحة للناشئين تحت 17 سنة واللي أقيمت في مدينة ريتشوني بإيطاليا في الفترة من 13 إلى 16 يونيو الجاري باشتراك أكثر من 300 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار. منتخب إنجلترا فاز على منتخب صربيا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب فليتنس أرينا بمدينة جلسن كريشن الألمانية، وده في الجولة الأولى من مجموعة الثالثة في يورو 2024 المقامة حاليا في ألمانيا وبتستمر حتى 14 يوليو القادم. منتخب سلوفانيا تعادل مع الدنمارك في المباراة اللي جمعت المنتخبين على ملعب مرسيدس بنز أرينا في مدينة شتوتغارت الألمانية في أولى مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس أمم أوروبا. منتخب هولندا حقق الفوز على بولندا في المباراة اللي أقيمت امبارح بينهم على ملعب فولجز بارك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمحمد وجمانة علشان نكمل معاك فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا. امبارح لسه كان معاكم ثالث أيام بطولة أمم أوروبا يورو 2024، كان في مباريات قوية وممتعة جدا وكلنا بدأنا نتابع يورو 2024. مباريات امبارح جمعت ما بين هولندا وبولندا وانتهت بفوز هولندا بنتيجة 2-1، المباراة الثانية جمعت ما بين صربيا وانجلترا وانتهت بفوز انجلترا 1-0، وجمعت المباراة الثانية بين سلوفينيا والدنمارك وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. مباريات قوية جدا. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من أمير نبيل الناقد الرياضي اللي موجود دلوقتي معنا على التليفون. صباح الخير عليك يا أمير وكل سنة وأنت طيب. صباح النور جمانة ومحمد، تحياتي لكم وكل عام وكل الشعب المصري والأمة الإسلامية بخير، ويعني سعيد إن أنا موجود معكم. إحنا أسعد. في البداية لو تكلمنا عن مباراة هولندا وبولندا، شفت المباراة إزاي؟ يعني هو بالتأكيد كانت التفوق للمنتخب الهولندي، صحيح أنه هو يعني تحولت النتيجة بشكل كبير لصالح التوحيد في الدقائق الأخيرة، ولكن في النهاية هو فوز مستحق بالنسبة لفريق المدرب كومن. يعني كان المنطق بيقول ان المنتخب الهولندي هو صاحب الحظوظ الاوفر، خاصه منتخب هولندا بيفتقد جزء كبير جدا من قوته وهو روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونه وصاحب الخبرات والقائد اللي كان موجود على مقعد البدلاء، ولكن طبعا لم يكن جاهز للمشاركه لسوء حظ المنتخب الهولندي اللي كان تعرض لاصابه قبل انطلاق اليورو، وبالتالي كان المنتخب الهولندي اللي يعني بيقدم النسخه دي مزيج من عناصر الشباب واصحاب الخبرات، فقادر كومان ان هو يعمل التوليف
الشريفة دي، وبيقدم شكل جيد في البطولة حتى الآن، أو في بداية جيدة نقدر نقول المنتخب الهولندي. يبقى فقط الاستمرارية ومدى قدرة المنتخب الهولندي على المضي قدما في البطولة وتحقيق مزيد من الانتصارات في مشوار البطولة. يعني شفنا المنتخب الهولندي يعني قدر ان هو يسجل في يعني صحيح انه استغل اخطاء دفاع المنتخب البولندي بشكل كبير، لكن قدر ان هو يحقق النتيجه المطلوبه في ضربه البدايه، لان بالنسبه له مهم جدا ان هو يحقق الفوز في المباراه دي في المجموعه اللي تضم ايضا فرنسا والنمسا. اعتقد كان بالنسبه له اهميه الفوز، لان طبعا المنافسه على الصداره لن تكون سهله في هذه المجموعه تحديدا. جميل. بشكل عام يمكن انتصار هولندا استكمالا ل يعني تفوق الكبار في هذه البطوله منذ اليوم الاول ليها، ما شفناش مفاجات كبيره، عشان كده كان متوقع ان المنتخب الهولندي يقدر ان هو يتجاوز عقبه منتخب هولندا في هذه البدايه تحديدا. بدايه قويه ليورو 2024، شايف ازاي امير هولندا ممكن تكون مرشحه بقوه للوصول السريع للمربع الذهبي في البطوله؟ أنا بالتأكيد المنتخب الهولندي عموما في بطولات اليورو وفي بطولات كأس العالم بيقدم مستوى جيد، بيقدم أداء ممتاز، عنده لعيبة مميزة، لكن دايما بيصادف سوء حظ. يعني عنده سوء حظ في كتير من المواجهات، يا إما بيودع بركلات الترجيح، يا إما يمكن زي الخروج المونديال الأخير أمام الأرجنتين اللي كانت توجد بعد كده بلقب البطولة، يا إما يعني بيخسر يعني فوارق بسيطة جدا. عشان كده المنتخب الهولندي مش بس بيواجه المنافسين، لا بيواجه سوء حظه الشخصي في سجله دايما في البطولات في السنوات الأخيرة. عايز يعود مرة أخرى لمنصات التتويج، عايز يبقى موجود في المنافسة الأوروبية تحديدا. عنده فرصة جيدة بالجيل الحالي من اللعيبة، عنده لعيبة مميزة، كودي جاكبو، عنده شابي سيمونز، عنده أصحاب الخبرات فان دايك، ناثان أكي، لعيبة اللي قدمت مستويات جيدة مع أنديتها في الموسم اللي فات تحديدا، واللعيبة اللي في جدل على مستقبل زي تشافي سيمونز ممكن ينتقل لأندية أكبر في الفترة اللي جاية. بالتأكيد قدرة المدرب على أنه يعني يعمل يعني مزيج جيد من العناصر دي ويقدم مستوى جيد المنتخب الهولندي، دي هتزيد معاه سقف الطموحات شوية المنتخب الهولندي، وأن هو أكيد التأهل مش هو الهدف الأسمى، يعني لأنه بالنسبة للمنتخب الهولندي التأهل مش هيبقى صعب بالتأكيد، خاصة في نظام البطولة الحالي واللي انطلق منذ 2016 وهو بمشاركة 6 مجموعات 24 منتخب، فبالتالي بتأهل الأول والثاني وأفضل توالد، فما بتبقاش الأمور صعبة قوي بالنسبة لكتير من المنتخبات فكرة التأهل عن المجموعة، لكن طبعا فيما بعد. عشان كده دايما بنتكلم عن بطولة اليورو بداية من الأدوار الإقصائية بشكلها إزاي، يعني باستثناء مثلا مجموعة إسبانيا وكرواتيا وإيطاليا ومعاهم طبعا ألبانيا، يمكن دي المجموعة الأصعب صحيح. شوية بوجود منتخبات إسبانيا وكرواتيا وإيطاليا، لكن بشكل عام ما تقدرش تقول إن في اختبارات قوية قوي للمنتخبات سواء منتخب الهولندي أو غيره، لكن طبعا مع استكمال مشوار البطولة هنشوف الاختبارات الأصعب بالنسبة للمنتخبات، وهنشوف إذا كان منتخب الهولندي فعلا عنده حاجة يقدمها ولا يعني هيستمر في نفس المعاناة ونفس سوء الحظ اللي بيواجهه. طيب خلينا نروح معاك للمباراة الثانية، وكانت مباراة قوية قوي الحقيقة، مباراة انجلترا وصربيا واللي انتهت بفوز انجلترا 1-0. ايه تعليقك على فوز المنتخب الانجليزي وشفت سير المباراة ازاي؟ يمكن منتخب انجلترا اكتفى بالهدف اللي سجله نجمه ونجم ريال مدريد جود بلينغهام، يعني ما كانش فيه يعني كان فيه فرص كتير صحيح للمنتخب الانجليزي ان هو يعزز التقدم، فرصه هاري كين، فرصه كايل ووكر في الشوط الاول تحديدا، كان فيه فرص كتير ايضا للمنتخب الصربي، كان اتيحت له فرص ان هو يهدد مرمى المنتخب الانجليزي، منها فرصه الكسندر بيتروفيتش مهاجم الهلال السعودي، لكن بشكل عام يعني كان المنتخب الانجليزي هو صاحب الافضليه، صاحب السيطره. صحيح ما قدرناش نشوف الشكل الامثل لمنتخب انجلترا، خاصه ان عنده جيل هو يمكن الافضل، بنتكلم فيه لعيبه في يعني قمه تالقها مع انديتها، بيلينغهام متوج بدوري الابطال مع ريال مدريد والدوري الاسباني وبيقدم موسم رائع
مع الفريق الملكي، ايضا فيل فودن مع مانشستر سيتي، والتتويج بثلاثيه او يعني مع ثنائيه محليه. يمكن ايضا بالنسبه لبوكايو ساكا مع ارسنال، رغم عدم تتويج ارسنال لكن ساكا من المواهب المهمه جدا في الكره الانجليزيه في الفتره الاخيره. كثير من اللعيبه ديكلان رايس، ووكر، ارنولد، وتوظيفهم من المدرب ساوث جيت يمكن ده اللي محتاج شويه ان هو يبقى يدي شكل اكثر ايجابيه شويه للمنتخب الانجليزي. يمكن اختبار صربيا كان اختبار قوي، لان المنتخب الصربي عنده عناصر مهمه في كثير من الانديه سواء عربيه او اوروبيه، ولكن بشكل عام اسماء معروفه. بنتكلم على تاديتش، بنتكلم على سيرجي سافيتش، بنتكلم على الكسندر ميتروفيتش، كل دي عناصر يمكن بتصنع قوه المنتخب الصربي. لكن وطبعا مدربه ستايكوفيتش من المدربين اصحاب الخبرات. لكن طبعا المنتخب الانجليزي مع ساوث جيت دايما الطموحات بتبقى اعلى من كده شويه بقياسا بالعناصر الموجوده، وقياسا من هو وصيف النسخه اللي فاتت من بطوله اليورو، ويمكن كان بعناصر مش بنفس التالق اللي كانت فيه حاليا للمنتخب الانجليزي. عشان كده دايما مطلوب من منتخب انجلترا افضل من كده، ولكن اذا كان الامر يتعلق بتحقيق الانتصارات فهو حقق المطلوب. لسه قدامه المرحله الجايه، لسه قدامه باقي مشوار المجموعات، واكيد التاهل طبعا عن التاهل الى دور ال 16 عن مجموعته، لان طبعا لا يمكن ان نستبعد منتخب انجلترا من اوائل المرشحين للمنافسه على لقب البطوله. طب نروح معاك للمباراه الثالثه اللي جمعت سلوفينيا والدنمارك وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1. ازاي شفت المباراه؟ يمكن طبعا كانت اللقطه الابرز بالنسبه للمباراه تسجيل كريستين إريكسن نجم قائد المنتخب الدنماركي هدف التقدم لمنتخب بلاده. يمكن إريكسن حاله فريده بالنسبه للكره العالميه والكره الاوروبيه، من لاعب يعني واجه شبح الموت في الملعب في النسخه الماضيه من البطوله الاوروبيه، ويعني كان عنده ازمه قلبيه كانت تنهي مشواره في الملاعب، للاعب بيسجل هدف التقدم بمنتخب بلاده، ولكن يعني لسوء حظه لم ينجح المنتخب الدنماركي في الحفاظ على التقدم وخسر التقدم واكتفى بنقطه التعادل امام المنتخب السلوفيني. يمكن مباراه كانت يعني سجال ما بين المنتخبين، ولكن رغم التفوق الدنماركي في كثير من اوقاتها لكن ما قدرش منتخب الدنمارك يحافظ على تقدمه. ولكن كبداية ليست سيئة، لكن ليست هي الأفضل أيضا بالنسبة لمنتخب الدنمارك كريستين إريكسن ورفقائه في المنتخب، لأن برضو من المنتخبات المرشحة إنها على الأقل يعني تستمر في مشوار البطولة، عندها خبرة مع الألقاب الأوروبية. فعشان كده وحتى إذا ما كانش الجيني الحالي هو الأفضل بالنسبة للدنمارك، ولكن في طموحات إن هم يستمروا في البطولة لأطول مدى، في خاصة المجموعة يعني في فرصة مواتية لمواصلة التقدم في البطولة. أمير نبيل الناقد الرياضي كنت معانا عبر تطبيق زوم، شكرا جزيلا ليك. معلقا على اليوم الثالث في مباريات يورو 2024 كأس أمم أوروبا. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقراتنا في صباح الخير يا مصر. مرحب بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي خلينا نروح لزميلنا أحمد الحسيني في القناطر الخيرية ونتابع معاه الإقبال الكبير على الحدائق والمتنزهات في أيام العيد. صباح الخير جمانة، صباح الخير محمد، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. طبعا احنا النهاردة موجودين في واحدة من أجمل حدائق القناطر الخيرية، وهي حديقة لؤلؤة الشرق اللي تم رفع كفائتها الفترة اللي فاتت طبعا استقبالا واستعدادا لعيد الأضحى المبارك. هنا الحديقة مقامة على مساحة 13 فدان، وإجمالي حدائق القناطر الخيرية بتصل إلى أكثر من 70 فدان، بنحو 10 حدائق هنا في القناطر الخيرية. هنتعرف على مزيد من الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك والحديقة هنا تحديدا لؤلؤة الشرق مع ضيفتنا المهندسة إيمان نصرت وكيل إدارة ري قناطر الدلتا. صباح الخير باش مهندسة، وكل سنة وحضرتك طيب بمناسبة عيد الأضحى. صباح الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين، شرفتونا. لو اتكلمنا في البداية عن إزاي استعدتوا الفترة اللي فاتت لاستقبال عيد الأضحى المبارك مع إقبال المواطنين وحبهم إن هم يجوا يقضوا العيد هنا وسط الحدائق.
طبعا عشان الناس تستمتع بيوم جميل في الجناين وتستمتع بكل لحظة في اليوم. بنبقى استعداداتنا قبلها بفترة، العمال طبعا بيستعدوا بمنقص نجيلة لأعمال صناعة، أعمال كهرباء، أعمال سباك، تنظيف حمامات، طبعا الحفارات بتبقى شغالة برضو، تطهر المجرى قدام الحدائق، بتخلي الجنينة تظهر للزوار بأجمل صورها علشان انها تستمتع كويس جدا بكل دقيقة في اليوم اللي يتفسحوا بيه ان شاء الله. مهندسة ايمان كلميني برضو، هنا الحديقة، حديقة لؤلؤة الشرق، بتتميز بايه؟ وكمان هنا في منطقة العايب، يعني عايزين نوضح كل ما تتميز به حديقة لؤلؤة الشرق من حيث الجمال وطبعا الاشجار النادرة وغيرها من الطبيعة الخلابة. الحديقة هنا فيها حاجات متنوعة جدا لكل أفراد الأسرة، في طبعا ملاهي للأطفال يقدروا يلعبوا فيها، في مكتبة للأطفال برضو يقدروا يقروا كتب، في طبعا مراكب نهرية ممكن يقدروا يركبوا في فرع دمياط يتفسحوا، في طبعا مسطحات خضراء يقدروا يلعبوا فيها للأطفال، في كافيتيريا لو حابين يقعدوا على الكافيتيريا، في شلال، في طبعا في حاجات كتير لكل زي ما قلت لحضرتك كل افراد الاسره يقدروا يستمتعوا بيهم كويس جدا. وطبعا عندنا زي ما حضرتك قلت في اشجار كتيره مميزه في الحديقه، يعني من ضمن الاشجار دي في شجره التين البنغالي، الشجره دي طبعا ايام محمد علي هو الوحيد اللي دخلها مصر، تقريبا بقى لها اكتر من 150 سنه في مصر، وشجره نادره جدا ومش هتلاقيها الا في القناطر. يعني طبعا هي شجرة التين البنغالي واحدة من الأشجار المعدودة في مصر. لو حبينا نتكلم كمان عن باقي حدائق القناطر الخيرية اللي بتستقبل المواطنين أيضا في أيام عيد الأضحى المبارك. طبعا احنا عندنا تقريبا 10 حدائق، بنبدا نطور، يعني احنا طورنا 7 حدائق، في حدائق لسه ما اتطورتش، بس الوزاره طبعا بتسعى لتطوير جميع الحدائق، فاحنا طبعا في كل حديقه ليها مميزاتها وليها خواصها المختلفه لكل ذوق من ذوق الناس. في طبعا حديقه الياسمين فيها طبعا فيها شلال وفيها نافوره وفيها طبعا زي ما المسمى بتاعها الياسمين، مزروعه فيها اشجار ياسمين كتير، وفيها فيها فيها برضو ملاهي، وفيها حاجات برضو لذوق كل واحد. وفي حديقة البحيرة طبعا فيها بحيرة تبع اسمها، وفيها برضو مناظر جميلة جدا، وفيها يعني برضو مميزات تانية مختلفة، وفي حديقة النيل، يعني هي كل حديقة فيها مميزاتها المختلفة اللي تعجب كل ذوق من الناس. يعني لو حبينا نتكلم كمان عن الحديقة هنا وباقي حدائق القناطر الخيرية، بتفتح أبوابها من الساعة كام للساعة كام؟ وفي التحديد كمان يعني في العيد بيتم فتح الأبواب أمام الجمهور والمواطنين الساعة كام؟ احنا بنفتح من الساعة 8 لاستقبال الزوار لحد طبعا بالليل لحد الساعة 11. بيبقى الاستقبال طبعا في الأول بيبقى ضعيف لحد ما بتبدأ الناس تزيد، وطبعا أول يوم برضو في أيام العيد بيبقى الإقبال ضعيف جدا، على اساس ان احنا برضه في عيد اضحى الناس بتذبح والناس لسه برضه في ثانويه عامه وكده، بس الاقبال بيبدا من تاني يوم يزيد والناس بتبقى موجوده كتير والناس بتستمتع بيوم جميل جدا في القناطر. يعني هو يمكن فعلا من الساعه 8 ابتدينا نشوف توافد المواطنين ودخولهم وافتراشهم للنجيله والحدائق. لو حابين كمان نعرف سر حب المواطنين هنا في حديقه لؤلؤه الشرق تحديدا عن باقي حدائق القناطر الخيريه. هي ميزه حديقه لؤلؤه الشرق ان هي مساحتها 13 فدان، مسطحاتها الخضر كبيره جدا، فيها الملاهي، فيها المكتبه زي ما قلت لحضرتك، فيها الممشى، ممشى على فرع دمياط، بيركبوا مراكب يتفسحوا، ففيها مميزات كتيره عن اي حديقه تانية، او فيها يعني والاشجار اللي موجوده فيها مختلفه برضو، والمنظر الجمالي مختلف، يعني جميل جدا لاي حد يحب يقعد في مكان هادي يستمتع بوقته. يعني المهندسة إيمان نصرت، وكيل إدارة ري القناطر الدلتا، بنشكرك شكرا جزيلا، ومرة تانية كل سنة وحضرتك طيبة. زي ما شفنا يعني حديقة لؤلؤة الشرق وحدائق القناطر الخيرية المعروفة باسم ستانلي الشرق، هي من حيث إن هي جمال الطبيعة والجناين والأشجار النادرة وطبعا نهر النيل، هي كمان ليها قيمة تاريخية كبيرة وتطل على قناطر محمد علي اللي أنشئت في منتصف القرن 19، تحديدا تم وضع حجر الأساس ليها سنة 1843، وتم افتتاحها سنة 1868 تحديدا يوم 30 أغسطس، واليوم دوا تم اتخاذه عيد قومي لمحافظة القليوبية مكان ما احنا موجودين هنا تحديدا في حديقة لؤلؤة الشرق. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين، وعودة لزملائي في الاستوديو، وكل سنة طيبين بمناسبة عيد الأضحى.
لزميلنا احمد الحسيني شكرا على كل المعلومات القيمه دي. القناطر الخيريه هي المكان الاجمل اللي دايما كلنا مرتبط بطفولتنا، مرتبط طبعا بحياه المصريين بشكل كبير. شكرا على حوارك وكل المعلومات اللي قلتها لنا. دلوقتي احنا معانا قصه طبيبه بيطريه من هولندا. هذه الطبيبة قررت أنها تدير مأوى لرعاية الخيول في منطقة الأهرامات في الجيزة. اختارت المنطقة دي تحديداً لأن فيها عدد كبير جداً من الخيول اللي محتاج رعاية طبية. تعالوا نشوف قصة الطبيبة البيطرية الهولندية. تدير الطبيبة البيطرية الهولندية فاندر بوست مأوى للخيول والحمير في محافظة الجيزة بدافع من شغفها بشأن إنقاذ ورفاهية الحيوانات طوال حياتها. وأوضحت فاندر بوست أنها عملت في هولندا وألمانيا والولايات المتحدة وأدارت مأوى للخيول في مايوركا بإسبانيا لمدة 10 سنوات. قررت في البداية السفر إلى مصر خلال جائحة كورونا، وكانت تأتي في البداية في زيارات لأسبوع أو 10 أيام قبل أن تنتقل للإقامة في الجيزة لتتمكن من تقديم المساعدة الطبية والدعم المستمر للحيوانات. يتكون فريقها حاليا من 5 أطباء بيطريين يعملون بدوام كامل و3 عمال، إضافة إلى زوجها الذي يعمل معها أيضا في المأوى. وجددت العيادة مؤخرا لاستيعاب المزيد من الحيوانات، وباستطاعتها الآن الكشف على 75 حيوانا يوميا وقبول من 30 إلى 40 حيوانا يوميا للإقامة في المأوى. كذلك استأجرت فاندر بوست في الفترة الحالية مكانا جديدا للخيول المحالة للتقاعد، واختارت التركيز على منطقة الأهرامات حيث توجد أعداد كبيرة من الخيول التي تتاح للسائحين وتحتاج إلى رعاية طبية. وتعتمد فاندر بوست بشكل كبير على التبرعات في تمويل المأوى، وتأمل في أن يزيد الدعم لمؤسستها الخيرية لتحسين وضع الخيول على المدى الطويل. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات من الساعه 7 للساعه 10 صباحا. كمان صباح الخير يا مصر هيكون معاكم بكره في نفس الميعاد. طبعا النهارده تاني ايام عيد الاضحى المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين، اتبسطوا واستمتعوا بالاجازه، وخدوا بالكم من درجات الحراره. صح محمد؟ الجو بقى كويس شويه النهارده، يعني نوعا ما الجو كويس. يا رب كده يوم سعيد على حضراتكم، كل سنه وانتم طيبين، وصباح الخير يا مصر.